نبدأ مع بعض. النهاردة هنتكلم في مبدأ العدد والتبديل. وضعوهم ايه؟ دنيتهم ايه؟ يعني ايه مبدأ العدد؟ يعني ايه التبديل؟ كلام جديد علينا؟ يلا بينا نسمعه. اول حاجة بكلم حضرتك فيها من هنا، كلمة مبدأ العدد يعني ايه؟ تعال اشرحها لك بمنتهى البساطة. لو انا عندي تيشيرت احمر وعندي من هنا تيشيرت ازرق، تمام؟ وعندي من هنا بنطلون اخضر زي ما انت شايف، ادي بنطلون اخضر، ادي البنطلون الاخضر اللي عندي، وعندي من هنا كمان بنطلون، اقول لك مثلا البنطلون الجاي يبقى مثلا بنطلون اسود، تمام؟ ادي الالوان اللي عندنا. طبعا انت زي ما انت شفت انا عندي تيشرتين، تيشرت احمر وتيشرت ازرق، وعندي بنطلونين، بنطلون اخضر وبنطلون اسود. انا لو عايز اخرج قدامي كام شكل اظهر بيه للناس وانا خارج؟ قال لك بص، انت قدامك ان انت تلبس التيشيرت الاحمر ومعاه البنطلون الاخضر، او قدامك ان انت تلبس التيشيرت الاحمر ومعاه البنطلون الاسود، او قدامك ان انت تقلع التيشيرت الاحمر خالص وتلبس مكانه التيشيرت الازرق ومعاه البنطلون الاخضر طقم الاجه طبعا، او ان انت تلبس التيشيرت الازرق ومعاه البنطلون الاسود. يبقى ده اول شكل حضرتك ممكن تظهر بيه، تاني شكل حضرتك ممكن تظهر بيه، تالت شكل حضرتك ممكن تظهر بيه، رابع شكل حضرتك ممكن تظهر بيه. اهو هو ده مبدأ العدد. مبدأ العدد بيقول لك ايه؟ مبدأ العدد بيقول لك من هنا اذا امكن اجراء عملية معينة بطرق عددها مين؟ دي العملية الاولى اللي هي مثلا عدد التيشيرتات اللي عندي. انا عندي تيشيرتين، كان الميم هنا بقت عباره عن اتنين، وبقول لك من هنا وامكن اجراء عمليه اخرى بطرق عددها نون اللي هي عدد طرق لبس البنطلونات. فبقول لك من هنا فان عدد طرق اجراء العمليتين معا، بص بقى الحته الجايه، هيكون هو ميم في نون. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا عندي بنطلونين وعندي تيشرتين، عدد المظاهر اللي ممكن اظهر بيها اربعة، اللي هي العملية الاولى البنطلونات اتنين، العملية التانية التيشرتات اتنين، اتنين في اتنين ادوك اربع طرق ظهور للناس، ادوك اربع طرق لاجراء العمليتين معا. طب يا استاذ افرض احتمالاتك زادت وبدل التيشيرتين وبنطلونين بقى عندك جزمتين، ممكن على الطقم ده البس الجزمه الاولى، وعلى الطقم ده البس الجزمه الاولى، ممكن على الطقم ده البس الجزمه الثانيه، وعلى الطقم ده البس الجزمه الثانيه، وممكن على الطقم ده البس الجزمه الاولى، وعلى الطقم ده الجزمه الاولى، وعلى الطقم ده الجزمه الثانيه، وعلى الطقم ده الجزمه الثانيه. ده الموضوع بيكبر. عشان كده لو عندك عمليه ثالثه، يعني مثلا بقول لك عمليه ثالثه اسمها اهي، يبقى مين في نون في اهي، وساعتها بقت 2 في 2 في 2 يبقى بقى عندك 8 مظاهر، الطقم ده على الجزمه الاولى والطقم ده على الجزمه الثانيه، والطقم ده على الجزمه الاولى والطقم ده على الجزمه الثانيه، والطقم ده على الجزمه الاولى وعلى الجزمه الثانيه، والطقم ده على الجزمه الاولى وعلى الجزمه الثانيه. ظهر لك من هنا اربع احتمالات كمان، فمن هنا بقى عندك 8 احتمالات لظهورك قدام الناس بجزمتين وتيشرتين وبنطلونين. هو ده مبدا العدد. الاستفاده فين ومبدا العدد بعد ما فهمناه بشكل نظري بشكل عملي بشكل حياتي يسهل لنا ان احنا نفهمه؟ وضعك ايه؟ قال لك من هنا لو كان عندك عدد عمليات مهما كان، بص عدد عمليات مهما كان، يبقى عدد طرق اجراء الاولى في عدد طرق اجراء الثانيه في عدد طرق اجراء الثالثه، ولو عندك 20 عمليه انت بتقعد تضرب 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 وهكذا وهكذا لحد ما تنفذ كل عمليات. هل فيها اي صعوبه؟ تعال بقى ناخد شويه امثله حلوه، امثله نفهم بها الكلام اللي عندنا. نبدا بسم الله المثال الاول. بقول لك بكم طريقه يمكن لشخص الدخول والخروج من بابين، خلي بالك مني، مختلفين لمحل له ثلاثه ابواب. خلي بالك مني بقى في الحاجه، انت اولا لو جيت تقول له عدد طرق الدخول، الشخص ده قدامي يخش من كم باب؟ هو قال لك المحل ليه كم باب؟ ليه ثلاث ابواب. يبقى معنى كده عدد طرق الدخول بقت ثلاث طرق. بس قال لك كلمه، لو فرضا ان ده الباب الاول وده الباب الثاني وده الباب الثالث، انت قدامك تخش من ثلاث ابواب، يبقى قدامك ثلاث طرق دخول، بس انت هتخرج من باب مختلف عن اللي انت دخلت منه. يعني لو انت دخلت من ده
تخرج من ده او من ده. لو انت دخلت من ده تخرج من ده او من ده. لو انت دخلت من اللي في النص تخرج من اليمين او من على الشمال. يبقى معنى كده ان عدد طرق الخروج ما بقتش ثلاثة، لان انت لسه مش كل الابواب متاحه ليك، بقى عندك بابين بس هما اللي تخرج منهم. يبقى انت قدامك تخش من ثلاث ابواب وقدامك بابين بس تخرج منهم. يبقى معنى كده ان عدد الطرق هيكون عباره عن عدد طرق الدخول في عدد طرق الخروج. يبقى كلامنا من هنا بقى عباره عن ست طرق زي ما حضرتك شفت. انا ممكن ادخل من ده واخرج من ده او اخرج من ده، يبقى كده طريقتين. ممكن ادخل من ده واخرج من ده او ما اخرج من ده، كمان اثنين. ممكن ادخل من ده واخرج من ده او ما ادخل من ده، كمان اثنين. يبقى جمع الاثنينات اللي انا قلتها لك هتلاقيهم ست طرق زي ما حضرتك شفت. الفكره كلها والصعوبه كلها ان انت تعرف تسرد المساله، تعرف تطلع الطلعه اللي تخليك تترجم الجمل اللفظيه لارقام تنفذها في مبدا العدد بتاعك. يبقى مبدا العدد كل اللي بتعمله ان انت بتفنط عدد الطرق اللي عندك يا حبايبي. مجرد ما فنطنا عدد الطرق نعرف نقول ان عدد الطرق العمليه الاولى في عدد طرق العمليه الثانيه في عدد طرق العمليه الثالثه وهكذا وهكذا زي ما حضرتك فهمت. تمام، تعالى معايا نبص على الحته اللي جايه ان شاء الله وباذن الله ما يكونش فيها اي مشكله. بكم طريقه يمكن بها اجلاس ثلاث اشخاص على ثلاث كراسي؟ انا عندي ثلاث طلبه حبايبي كده وعندي ثلاث كراسي كده، قدامي كم طريقه اقعدهم؟ هاخد الولد الاول. خد الولد حلو انت. قدامي ان انا اقعده بثلاث طرق، يا اما يقعد على الكرسي الاول يا اما يقعد على الكرسي الثاني يا اما يقعد على الكرسي الثالث. يبقى معنى كده ان عدد طرق اجلاس الشخص الاول هيكونوا ثلاث طرق، بس اكيد مش هاخد الثاني اقعده على حجره، لازم كل واحد يقعد على الكرسي لوحده. يبقى انا قعدت الولد الاول، لما هاجي افكر في الولد الثاني انا قدامي كام كرسي؟ الولد الثاني ممكن يقعد عليهم كرسيين. يبقى معنى كده بقى عدد طرق اجلاس الشخص الثاني هيكون من هنا اتنين طريقه. ومش بس كده، ده انا قعدت اول ولدين ما فاضليش غير كرسي واحد، ما فاضليش غير ولد واحد، هقول له تعالى ده ما قداميش ليه احتمالات، ما قداميش ليه اختيارات، خد يا ابني يا حبيبي اقعد على الكرسي ده. يبقى معنى كده بقت عدد طرق اجلاس الشخص الثالث هي طريقه واحده. طريقة واحدة، يبقى معنى كده عدد الطرق الكلي 3 في 2 في 1، يبقى كلامنا من هنا بقى عبارة عن 6 طرق زي ما حضرتك الحمد لله شفت. أعتقد إن الدنيا بدأت تفك، بدأت تتفهم، بدأت ما يكونش فيها مشاكل، يلا نستأنف ونكمل ونشوف وضعنا عامل إيه. بقول لك من هنا، بكم طريقة يمكن تكوين عدد مكون من 3 أرقام؟ المفروض هنا يا أولاد إن إحنا نقول كلمة مختلفة. لو مش عندكم في المذكرة زودوها، ولو عندكم خير وبركة، بس لازم لما نتكلم عن عدد طرق تكوين عدد لازم الأرقام اللي عندنا مختلفة. أول حاجة كده خلينا إيه نتفق على شيء ما مع بعض. أنت عدد اللي عندك ده مكون من كام رقم يا حبايبي؟ مكون من 3 أرقام. يعني حضرتك عندك من هنا خانة أحد، عندك من هنا خانة عشرات، عندك من هنا خانة مئات، صح ولا أنا غلطان؟ تمام. أنا عندي من هنا كام عدد؟ عندي من هنا 5 أعداد، 1 2 3 4 5. طب أنا عشان أملى، ركزوا معايا يا حبايبي في الجملة الجاية دي، عشان أملى خانة الأحد دي، قدامي كام طريقة أملاها بيهم؟ قدامي من هنا 5 طرق أملى بيها رقم الأحد، تمام؟ أنا قلت لك الأرقام مالها مختلفة، يعني أنا مثلا لو خدت الثلاثة، يبقى أنا عشان أملى العشرات فاضل لي كام رقم؟ فاضل لي 4 أرقام. طب لو خدت مثلا الخمسة فاضل لي كام رقم أملى العشرات؟ فاضل لي 4 ارقام. يبقى الخمس ارقام انت خدت منهم واحد حطيته في الاحاد، ده معناه ان انت بقى فاضل لك 4 ارقام بس تحطهم في العشرات. بص لي على الاربع ارقام، لقينا من هنا ان الاربع ارقام اللي عندي ادي الاربع ارقام. طب انا حاليا الناس اللي مركزه الناس الذكيه، مليت كام خانه؟ مليت خانتين، يعني خدت كام عدد؟ يعني خدت عددين، يعني فاضل لي كام عدد؟ يعني فاضل لي 3 اعداد. شوف من هنا فاضل لك 3، ايا كان الثلاثه يبقى عدد طرق تكوين المئات هيكون من هنا 3. يبقى عدد طرق تكوين الاحاد دي الطريقه الاولى، ميم في نون في ه، يبقى معنى كده 20 في 3، يبقى الكلام اللي عندنا بقى 60 زي ما حضرتك شفت زي ما حضرتك فهمت، واتمنى يبقى الدنيا واضحه والرساله وصلت. هل فيها اي صعوبه يا اولاد؟ كلام سهل وجميل وان شاء الله بمزاج المزاج وروقان الروقان وانبساط الانبساط كمان. يلا بينا نبص على الحته الجايه مع بعض. يلا يا عم الحاج نبص على الحته الجايه مع بعض. بقول لك من هنا كم عدد مكون من رقمين؟ برضو بكرر لازم يقول لك كلمه مختلفين، لازم يقول لك كلمة مختلفين يا حبايبي. كم عدد مكون من رقمين مختلفين يمكن تكونهم من الأرقام دي؟ طب أنت دلوقتي يا ابني حبيبي عايز الرقم بتاعك من كم رقم؟ من رقمين. يلا نلعب اللعبة بتاعتنا.
عشان املا رقم الاحاد قدامي كام طريقه املا بيهم؟ 1 2 3 4 5 6. يبقى انا قدامي من هنا 6 طرق. بص بص بص، 6 طرق عشان املا رقم الاحاد ده. طب قدامي كام طريقه املا بيها رقم العشرات؟ انا خلاص خدت منهم رقم، لان انا ما هحط في الاحاد اكيد مش هحط رقمين في الاحاد، انا باخد رقم واحد بحطه في الاحاد. فانا كان قدامي سله وقدامي فيها 6 ارقام، خد واحد خد واحد خد واحد. يبقى قدامك كام اختيار؟ قدامي 6 اختيارات. طب انا عشان املا عشرات، ها يلا الناس الحلوه، لا ده انت خدت لك رقم، يبقى فاضل لك 5 لان انت نقصت واحد، لان انت قلت لي ارقام مالها مختلفه. فمعنى كده ان طرق تكوين العشرات 5، يبقى 6 في 5، يبقى الكلام اللي عندنا بقى عامل 30 زي ما حضرتك شفت. هل فيها اي صعوبه؟ انا شايف الدنيا سهله والدنيا جميله وان شاء الله ما فيها اي مشكله. تعالوا معايا نبص مع بعضنا على الحته اللي جايه ان شاء الله. بقول لك من هنا هو المختلف، احترم نفسه بقى وقال مختلفه، بس هو قال مختلفه يعني انا اسف كده، ام رمي لك حته دي شرط صعب. قال لك كم عدد الاعداد المكون من 3 ارقام؟ ماشي انا مؤمن تماما ان انا هشتغل على 3 خانات، احاد ثم عشرات ثم مئات، بس ام جاي رمي لك كلمه حقنه، بحيث يكون العدد اصغر من 800. اصغر من 800؟ اه يعني ده معناه ان مش كل حاجه صالحه عندك من هنا. تعال بقى ننبسط شويه، انا قدامي 2 3 7 8. هنا انا ما ينفعش احط ال 8، ليه؟ لان انا لو حطيت ال 8 هيبقى 800 و 800 و ده اكبر من ال 8، فده ما ينفعش خالص. يبقى انا قدامي هنا يا اما احط 2 يا اما احط 3 يا اما احط 7. فانا قدامي عشان املى رقم المئات 3 طرق. ثانيه بقى استاذ لو سمحت، هو انت ليه ما بداتش بخانه الاحاد زي ما انت كنت قاعد تبدا بيها في المسالتين اللي فاتوا؟ عايزين نفهم يا استاذ الحته دي. بص يا سيدي، لما هو يتشرط عليه، استمتعوا بالجمله دي لانها جمله مهمه جدا 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 السنه الجايه. على فكره التبديل والتوافيق ده اول باب جبر السنه الجايه، اول حصه ما هقول لك سلام عليكم مرحبا بيك في ثالثه ثانوي هنبدا بيها تبديل وتوافيق. فمن هنا هقول لك جمله هكررها لك السنه الجايه وهبفكركم واحنا مع بعض في السنتر. منين ما يتشرط عليك نفذ له الشرط بتاعه وبعد كده ابدا كمل. هو ما سابنيش براحتي، سابني براحتي المساله اللي فاتت فبدات بالاحاد وبعدين رحت العشرات. سابني براحتي المساله اللي قبلها فبدات بالاحاد وبعدين رحت العشرات وبعدين رحت المئات. هنا هو الراجل افترى، ما سابنيش براحتي. معنى ان هو ما سابنيش براحتي يعني ده معناه ان انا انفذ له شرطه وبعد كده ابدا امشي. فانا نفذت له شرطه، يبقى انا هنا يا اما هحط 2 يا اما 3 يا اما 7. طب انا لو خدت الاثنين يبقى فاضل لي هنا 3 ارقام 3 7 8. لو خدت الثلاثة مثلا يبقى فاضل لي هنا برضه ثلاثة اللي هما 2 7 8. لو خدت هنا 7 يبقى فاضل لي هنا 2 3 8. أهم حاجة الثمانية ما تخشش هنا. طب أنا كده خدت كام رقم الناس المركزة؟ خدت رقمين. ليه يا أستاذ؟ ليه مين يا عم أنت؟ أنت فاهم. خدت رقم في المئات وخدت رقم في الأحاد، يبقى خدت رقمين من الأربعة، يبقى بقى فاضل لي كام رقم في العشرات؟ رقمين. يبقى عدد طرق تكوين الأحاد 3، عدد طرق تكوين العشرات 2، عدد طرق تكوين المئات 3. 3 في 2 ب 6 في 3، يبقى معنى كده الكلام اللي عندنا بقى من هنا 18 طريقه. أم هو بيقول لي كم عدد الاعداد او ان انا اقول له 18 عدد زي ما حضرتك شفته والحمد لله. هل فيها اي صعوبه علينا؟ ان شاء الله الدنيا جميله، الدنيا لذيذه، الدنيا ان شاء الله ما فيهاش اي مشكله. يلا يا ولادي يا حبايبي نبص مع بعضنا على الحته اللي جايه. بقول لك من هنا بدانا نخش على كلام احلى ونبص على كلام ألذ. يعني ايه كلمه مضروب العدد؟ ركز معايا، انبسط، رايق، معلم. الكلمة دي من أساسيات حياتك بعد كده، والله من أساسيات حياتك، فركز لي فيها صح. يعني إيه الكلمة دي يا أستاذ؟ يعني إيه كلمة مضروب العدد يا أستاذ؟ قال لك بص، كلمة مضروب العدد هو حاصل ضرب جميع الأعداد الصحيحة. حاصل ضرب جميع الأعداد الصحيحة؟ أيوة. أنهي الأعداد يا أستاذ؟ بص 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 بص، الأقل من أو تساوي العدد وأكبر من أو تساوي الواحد الصحيح. يعني بالبلدي كده حضرتك لو بتقول لي مثلا 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 مضروب الخمسة مثلا، يبقى أنت من هنا هتضرب كل الأعداد الصحيحة اللي أقل من أو بتساوي الخمسة وأكبر من أو بتساوي الواحد. ده الكلام ابو دم تقيل، انا عايز اكلمك كلام ابو دم خفيف. انت طرف الخيط بتاعك اسمه خمسه، فهتبدا بالخمسه.
انا عايز الاعداد الصحيحه. فهنقص واحد يبقى باربعه، هنقص واحد يبقى ثلاثه، هنقص واحد يبقى اثنين، هنقص واحد يبقى واحد. انا خلصت. لو تاملت التعريف الرياضي وتاملت الارقام الرياضيه هتلاقي ان فعلا ده حاصل ضرب جميع الاعداد الصحيحه اللي اقل من او تساوي العدد واللي اكبر من او تساوي الواحد. يبقى كانك من هنا بيقول لك حدودك ايه، اقل من او تساوي العدد، اكبر من او تساوي الواحد. عيش حياتك في كل الارقام الصحيحه اللي ما بينهم. لو حسبت دي هتلاقي ان الكلمه دي طالعه لحضرتك بكام، طالعه لك ب 120. الناس تتمرن اكتر. لو جيت قلت لك من هنا مضروب مثلا السته، مضروب السته يبقى كلامنا بقى سته ناقص واحد يبقى خمسه، ناقص واحد اربعه، ناقص واحد ثلاثه، ناقص واحد اثنين، ناقص واحد واحد، هتلاقي ان كلامنا من هنا عامل لك 720. نسخن اكتر هقول لك مثلا 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 مضروب السبعه يبقى هبدا بسبعه، هنقص واحد يبقى سته، هنقص واحد يبقى خمسه، هنقص واحد اربعه، هنقص واحد ثلاثه، هنقص واحد اثنين، هنقص واحد واحد. ببدا من العدد وافضل انزل وحايد لحد ما انزل للواحد. ده لو حسبته على الاله هيطلع لك 50 40. وبالمناسبه مش عايزك تقعد تحسبها على الاله، تقول 7 في 6 في 5 في 4 في 3 في 2، تقعد جامد. المضروب ليه زرار على الاله، هتلاقي الزرار بتاعه مكتوب كانه علامه تعجب بالشكل ده. هتلاقيه فوق زرار اسمه الاكس، هتلاقيه تقريبا كده اون جنبيها كلمه كده، او اللي هي اون يعني لو الاله كده بالشكل ده، لو ادي الاله يا اولاد، ثاني زرار من هنا تقريبا هو اللي تحتيه. اول زرار من فوق، الثاني بقى من هنا، يعني في زرار من هنا، بص في اخر الاله، في زرار هنا، في زرار هنا، تحتيها غالبا هو ده المضروب. هتلاقيها لازم من الزراير الثنائيه. لازم ادوس شيفت وبعدين ادوس الزرار عشان يظهر لي علامه التعجب، وطبعا بتختلف من الاله للثانيه، بس كلها متفقه ان هو علامته علامه التعجب. فتدوس الرقم يعني مثلا تدوس خمسه وبعدين شيفت والاشاره اللي عندك اللي هي علامه التعجب. طبعا وانت قاعد فاضي كده دوس برده على اليوتيوب كيفيه كتابه المضروب على الاله، هتلاقي الف من يدلك. فانت بس لما بتكتب بتكتب الرقم وبعدين بتكتب علامه التعجب، فاهمني؟ فاكتب الرقم وبعدين اكتب علامه التعجب، هتلاقي نفسك الحمد لله قدرت ان انت توصل للمضاريب ديت من غير ما تقعد تحسبها كذا في كذا في كذا في كذا. طب يا استاذ انت بدات لنا خمسه وسته وسبعه، كمل يا استاذ. هقول لك من عينيا، مضروب الاربعه يبقى هبدا من اربعه وانزل بثلاثه وانزل باثنين وانزل بواحد، لو حسبتها هتلاقي الرقم دوت ب 24. انت اللي وراها، مضروب الثلاثه يبقى ثلاثه في اثنين في واحد، يبقى كلامنا من هنا بسته. مضروب الاثنين يبقى اثنين في واحد، يبقى كلامنا باثنين. الحته الجايه بقى حته هامه قوي ومهمه جدا وحلوه جدا، خلي بالكم. مضروب الواحد واحد في واحد، ومضروب الصفر هو كمان بواحد، وهثبتها لك اول حصه السنه الجايه. مضروب الصفر هو كمان بواحد وهثبتها لك السنه الجايه. يبقى يلا بينا، المضاريب دي لازم تتحفظ، دي مضاريب مشهوره. نبدا من تحت لفوق، مضروب الصفر بواحد، مضروب الواحد بواحد، مضروب الاثنين باثنين، مضروب الثلاثة ستة، مضروب الأربعة 24، مضروب الخمسة 120، مضروب الستة 720، مضروب السبعة 50 40. كمان مرة عايزين نحفظها، مضروب الصفر واحد، مضروب الواحد واحد، مضروب الاثنين اثنين، ثلاثة ستة، الأربعة 24، قول معايا خمسة 120، ما تبصش يا معفن، الستة 720، السبعة 50 40. كمان مره عيد المضاريب زي مع بعض، مضروب الصفر واحد، مضروب الواحد واحد، مضروب الاثنين اثنين، مضروب الثلاثه سته، مضروب الاربعه 24، مضروب الخمسه 120، السته 720، السبعه 50 40. من تحت لفوق، من الكبير للصغير قصدي، مضروب السبعه 50 40، مضروب السته 720، مضروب الخمسه 120، مضروب الاربعه 24، مضروب الثلاثه سته، مضروب الاثنين اثنين، مضروب الواحد واحد، مضروب الصفر. هل فيها اي صعوبه؟ يبقى كلمه مضروب بتمسك العدد وتفضل تنزل بيه لحد ما توصل لرقم كام؟ لرقم واحد. في بقى خاصيه مهمه جدا عايز اكلمك فيها. ايه هي الخاصيه دي؟ قال لك من هنا ان اي مضروب يقبل القسمه على المضروب الاقل منه. لا مش فاهمينها، فاهمها لنا بقى يا عم، تعالى يا ولاد يا حبايبي. أنا بقول لك إن مضروب السبعة ممكن يقبل القسمة على أي مضروب أصغر منه. آه، ممكن يقبل القسمة مثلا 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 على مضروب الخمسة. طب تيجي إزاي دي؟ قال لك بص، السبعة دي عبارة عن إيه؟ مضروب السبعة ده عبارة عن إيه؟ عبارة عن سبعة في ستة في خمسة في أربعة في ثلاثة في اثنين في واحد. ومضروب الخمسة عبارة عن خمسة في أربعة في ثلاثة في اثنين في واحد. ما هي الخمسة في أربعة في ثلاثة في اثنين في واحد
هتروح مع الخمسة في اربعة في ثلاثة في اتنين في واحد، يبقى الكلام ده بيساوي سبعة في ستة اللي هي 42. بس احنا مش معقولة يبقى عندنا الذكاء ده كله ونفكر بالطريقة العقيمة دي ونقعد نسرد السبع اعداد ونسرد الخمس اعداد، ما احناش فاضيين يا عم، احنا اذكى من كده وعايزين طريقة اسهل واحلى من كده. الله خلاص هقول لك حاجة حلوة. لو عندك مثلا مضروب العشرة على مضروب السبعة، بص هعمل معاك ايه. العشرة دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن عشرة في تسعة في تمانية. استاذ هو انت بتعمل نفس الغباء؟ هتعملها تاني؟ لا. عشرة في تسعة في تمانية في ايه؟ في سبعة في ستة في خمسة في اربعة في ستة في اتنين. طب ما هو سبعة في ستة في خمسة في اربعة في ستة في اتنين ده مضروب السبعة صح؟ يعني معنى كده الباقي هو مضروب السبعة. كلامنا بقى على مضروب السبعة، فمضروب السبعة هيروح مع مضروب السبعة، يفضل لك 10 في 9 في 8، يفضل لك من هنا 720 الجميلة. طب احنا نفكر في دوت بشكل اشرس ازاي؟ قال لك بص بقى الكلمة اللي جاية دي. لو عندي مثلا مضروب الستة على مضروب التلاتة، لو عندي مضروب كبير ومضروب صغير، كمان مرة، لو عندي مضروب كبير ومضروب صغير، همسك المضروب الكبير اوصله للمضروب الصغير. كمان مره، همسك المضروب الكبير اوصله للمضروب الصغير. ازاي بقى اعمل الحركه دي؟ طلع الستة بره. لما طلع الستة بره، ما هي الستة دي استحملوني في الحته اللي جايه، 6 في 5 في 4 في 3 في 2 في 1، صح ولا غلطان؟ بص بقى، ما هو ده اصلا مضروب الخمسه، يعني كان الستة دي بدل ما تكتبها بالطريقه الغبيه دي انت تقدر ان انت تكتبها 6 في مضروب الخمسه، صح ولا لا؟ طب انا لما اطلع الخمسه بره نقص من جوه واحد، يبقى كانها 6 في 5 في مضروب الاربعه. طب هات لمسه الاربعه طلعها بره، يبقى كانها 6 في 5 في 4 في مضروب الثلاثه. طب ما هو الكلام ده مقسوم على مضروب الثلاثه، يلا يلا يفضل لك 6 في 5 في 4. عشان كده من اما يكون عندك مضروب كبير ومضروب صغير، وصل الكبير يبقى هو شبه الصغير. ازاي؟ طلع بره ونقص من جوه واحد، طلع بره ونقص من اللي جوه واحد، طلع بره ونقص من اللي جوه واحد. يعني قلت لك مثلا مضروب ال 100 على مضروب ال 97. انا بخبط ارقام في الحياه دلوقتي. مفيش بشر هيروح يحط 100 رقم و97 رقم ويقعد يطير، ده ربنا يديله طول العمر. هتطلع ال 100، لما اطلع ال 100 يبقى عندي جوه مضروب 99. لا، هطلع كمان يبقى 100 في 99، لما بتطلع مضروبه، يبقى من هنا مضروب 98. لسه يبقى 100 في 99 في 98 في مضروب ال 97. كلامنا على مضروب ال 97، كلامنا على مضروب ال 97، كلامنا على مضروب ال 97. يبقى من هنا مضروب ال 97 مع مضروب ال 97، فضل لك الرقم اللي انت عايزه. عملت ايه؟ وصلت المضروب الكبير يبقى هو شبه المضروب الصغير، ومجرد ما وصلت الكبير يبقى هو شبه الصغير، اقدر ان انا اختصر المضاريب ديت مع بعض. تمام؟ تعالى معايا اديك مثال عافي شويه، واقول لك من هنا مثلا لو انا قلت لك مضروب السين زائد واحد على مضروب السين. ايه يا استاذ؟ عافي ايه؟ ده احنا اقل لعيبه يا استاذ. اما هطلع الرقم ده بره هنقص منه واحد، يعني بقى عندي من هنا سين زائد واحد هنقص منه واحد جوه. سين زائد واحد لما نقص واحد يفضل لي ايه؟ سين. يبقى معنى كده بقى كلامنا سين على مضروب السين ده راح مع ده، فضل لك سين زائد واحد. ممكن لعبة أقوى؟ لما أقول لك مضروب النون زائد الثلاثة على مضروب النون زائد واحد، مين الكبير ومين الصغير؟ طبعا نون زائد ثلاثة هو الكبير، طبعا نون زائد واحد هو الصغير. يلا نحلها، يبقى الكلام ده من هنا بيساوي، خلي الكبير ده شبه الصغير ده، طلع دي يبقى كأنها نون زائد ثلاثة. جوه في إيه؟ جوه في نون زائد اثنين، تحتها بواحد، لا ما وصلتش. طلع نون زائد اثنين يبقى نون زائد اثنين، جوه بقى في إيه؟ وصلت، اللي هي نون زائد واحد على نون زائد واحد، يبقى ده راح مع ده، فضل لك الكلمتين دول. كل اللي هتعمله ايه؟ تطلع وتنقص من جوه واحد لحد ما توصل للمضروبين يبقوا شبه بعض. كمان مره، تطلع وتنقص من جوه واحد لحد ما توصل للمضروبين ما يبقوا شبه بعض. يلا شويه امثله، يلا شويه افكار، ببدا انكشك دلوقتي، ببدا اكلمك في التباديل كلام صح، ببدا امهد لك واشر لك الدنيا عشان تخش التباديل دخله سليمه. نبدا مع بعض نتوكل على الله ونشوف ان شاء الله اول مثال عندنا هيكون اخباره معانا ايه. نبص لها بقى يا اولاد، بقول لك اوجد قيمه نون حيث مضروب نون ناقص 4 ب 120. احنا حفظنا من شويه المضاريب، تيجي نسمعها تاني؟ مضروب الصفر بواحد، ومضروب الواحد بواحد، ومضروب الاثنين باثنين، ومضروب الثلاثه بسته، ومضروب الاربعه ب 24، ومضروب الخمسه 120، ومضروب السته 720، ومضروب السبعه 50 40. طب انا عندي من هنا الرقم اللي قدامي اسمه 120،
ثانية واحدة، ما احنا حافظين، ومش عيب نقول حافظين، ده رصيد معلومات واتقان. احنا حافظين ان مضروب الخمسة هو اللي ب 120. طب انا بقول لك مضروب كذا ب 120، ثانية واحدة، ما هو مضروب كذا ب 120 ومضروب الخمسة ب 120، يبقى مضروب كذا ده هو مضروب الخمسة، يبقى معنى كده مضروب النون ناقص 4 تساوي مضروب الخمسة. ما تتغباش بقى وتقول لي مضروب يروح مع مضروب، حبيبي دي مش اتنين بتطير مع بعضها، دي عملية حسابية معقدة. فاحنا ما ينفعش نقول المضروب يروح مع مضروب، لا، ده انا هقول لك ايه بقى، بص الجمله دي، المضروب يساوي المضروب، يبقى اللي جوه المضروب يساوي اللي جوه المضروب، يبقى معنى كده ان النون ناقص 4 بتساوي 5، يبقى قيمه النون اللي عندك بقت عامله كام؟ 9، بمنتهى البساطه والروقان والعسل والجمال اللي في الدنيا كلها. هل فيها صعوبه؟ سهله حلوه، يلا اللي وراها. بص لي هكلمك فيها ازاي، بقول لك من هنا عايز اعرف منك الحته دي. ثانيه بقى يا استاذ، ده انت هتبدا تتقل علينا في الافكار وتهزاك معانا. ثانيه واحده، احنا كنا متفقين ان مضروب الستة اعرف اطلع الستة ونقص من اللي جوه واحد، يبقى ستة في مضروب الخمسة. طب انا لو عايز ادخل ديت جوه، لازم لما تطلعها تنقص من اللي جوه واحد، وعشان تدخلها يبقى الفرق ما بينهم واحد، وعشان ادخلها يبقى فرق بينهم يعني الستة تخش جوه طب لما تخش ترجع مضروب الستة عادي، اكتب مضروب الجديد اللي داخل على طول، بس عشان تدخلها لازم الفرق بينهم، يعني ما ينفعش 7 في مضروب الخمسة، ما ينفعش تدخل السبعة جوه، ما ينفعش بدون كلام بدون مناقشة، ما ينفعش السبعة تخش جوه. لازم يحصل ايه؟ لازم السبعة دي تبقى كأنها من هنا 7 في 6، الستة تخش يبقى كأنها 7 في مضروب الستة، السبعة تقوم داخلة كده السبعة تخش، يبقى كأن كام مضروب السبعة، يبقى لازم عشان ادخل من بره لجوه يبقى فرقهم واحد، واطلع من جوه لبره يبقى بطلعها بره ونقص من اللي جوه واحد. هل في اي صعوبه؟ بص لها، نون في 2 نون ناقص 1 ما تنفعش تخش بدون مناقشه. ليه؟ لان الفرق مش بس ان هو مفيش واحد، ده دي 2 نون ودي نون. طب ما انا ممكن اخلي دي 2 نون اضرب الطرفين في 2، يبقى اضرب ده في 2 واضرب ده من هنا في 2، يبقى بقت 2 نون في مضروب 2 نون ناقص 1، كده الفرق بينهم واحد، 2 نون و 2 نون ناقص 1، يبقى الفرق ما بينهم كام؟ 1. كلامنا بيساوي كام من هنا؟ 24. ثانية يا أستاذ، دلوقتي أنت عندك الصلاحية تدخل الـ 2 نون لأن فرقهم 1، يبقى ده بقى مضروب الـ 2 نون يساوي 24، وإحنا حافظين إن الـ 24 دي، يلا الناس اللي حفظت معايا، هي مضروب الـ 4، يبقى كلامنا بقى من هنا مضروب الـ 4، يبقى بقت الـ 2 نون تساوي 4، يبقى بقت قيمة النون اللي عندك بقت بتساوي من هنا كام؟ 2 زي ما أنت شفت. فهمنا؟ فهمنا المضاريب؟ فهمنا الدنيا اللي عندنا؟ كلام جميل بس محتاج ذكاء ومحتاج ناس شاطره. بقول لك دخلنا في الرياضه، دخلنا في الرياضه، دخلنا في التأهيل لرياضه السنه الجايه، دخلنا في الجد، دخلنا في الشغل اللي ما كانش ينفع السنه دي تخلص من غير ما تاخده. تخيل ان احنا نخش السنه الجايه وعايز اشتغل على حاجات اكبر من كده وانت ما عندكش ده. كنا لسه هنعمل مراجعه تاني وكورس تاهيل تاني ومش عارف ايه تاني، طب ما احنا دلوقتي فاضيين، ما احنا نعمله دلوقتي عشان العيال لما تخش ثالثه يبقى عمها ناشف. ما تخشليش انت ضعيف وتحس ان انت ضعيف فتفقد ثقتك في نفسك من اول لحظه في السنه، مش عايز اهزك في بدايه السنه، مش عايزك تخش لي ثالثه وانت حاسس ان انت ما عندكش حاجه، وانت بتاخد كلام صعب عليك وكبير عليك وتقول الاستاذ ضغطنا والرياضه صعبه وانا الرياضه عبيطه، الرياضه عبيطه جدا، بس انا مش عايزك تخش ثالثه بالدخل الغلط اللي حصل السنه اللي فاتت، لما اتلغى لهم مناهج كتير في الكورونا دخلوا ثالثه ضعاف، عملت لهم كورس في المراجعه في الاول كانت درجاتهم وحشه فاخدوا الثقه في نفسهم، عقبال بقى ما العيال رد الثاني كان عنده وقت. كانت عدى فتره وفضلوا خايفين، انا عايز دوت يتعالج معاك، مش عايز اخلي ولادي ضحيه ظروف، ده موتي وسمي، مش عايز اخلي ولادي ضحيه ظروف، يا ريتكم تفهموا المعنى اللي هو ايه. تعال معايا نبص في الحته اللي جايه ان شاء الله. بقول لك مضروب نون ناقص 5 بواحد، لا ده الكلام كبير. ليه الكلام كبير يعني يا استاذ؟ ما الكلام سهل اهو. الكلام كبير عشان في حاجتين يدوك الواحد، لان احنا حافظين ان مضروب الصفر بواحد، وحافظين ان مضروب الواحد بواحد. فانت عندك حاجه من اتنين، يا اما الكلام دوت اللي هو مضروب النون ناقص 5 يبقى بيساوي مضروب الواحد، يا اما مضروب النون ناقص 5 يبقى بيساوي مضروب الصفر. لو المضروب يساوي المضروب يبقى اللي جوه يساوي اللي جوه، يبقى النون ناقص 5 بواحد، يبقى النون اللي عندك بقت عامله 6، ادي اللقطه الاولى. لو المضروب يساوي المضروب يبقى اللي جوه يساوي اللي جوه، يبقى معنى كده قيمه النون اللي عند حضرتك بقت بتساوي 5 زي ما حضرتك شفت
فبقى عندك قيمتين للنون، يا اما 5 ناقص 5 مضروب الصفر بواحد، او 6 ناقص 5 مضروب الواحد يديك برضو واحد زي ما انت شفت. هل فيها صعوبه؟ حلوه ان شاء الله، جميله ان شاء الله. يلا نتوكل على الله في الحته اللي جايه. يلا بص لها يا اولاد، بقول لك من هنا 12 في مضروب النون يساوي مضروب النون زائد 2. لا ده احنا ممكن نلعب لعبه حلوه قوي. انا عيني لمحت مضروبين، مضروب كبير ومضروب صغير، صح؟ بصت الكبير لحد ما يبقى شبه الصغير، هعمل ايه يعني يا استاذ؟ 12 ومضروب النون سيبها لي. امسك لي بقى الكبير ده. طلع النون زائد 2 بره، لما طلع النون زائد 2 بره يفضل لي جوه مضروب النون زائد 1، لسه ما وصلتش. طلع النون زائد 1 بره، اطلع النون زائد 1 بره يفضل لي من جوه هنا مضروب النون. ثانية يا استاذ. مضروب النون كانه راح مع مضروب النون. يبقى معنى كده بقت 12 تساوي من هنا نون زائد 2 في نون زائد 1، صح ولا غلطان؟ في حل غبي وفي حل ذكي. هحل معاك الحل الغبي الاول. هضرب ده في ده يبقى نون تربيع، دول ودول يبقى 3 نون، 2 في 1 ب 2، كلامنا بيساوي 12، دخل لي دي جوه يبقى معنى كده نون تربيع زائد ال 3 نون ناقص ال 10 كلامنا بصفر، قوس يمين وقوس شمال، نون يمين ونون شمال، 5 يمين بالموجب و2 شمال بالسالب، يبقى معنى كده النون اللي عندك بسالب 5 او النون اللي عندك ب 2. ثانية، مش مقبول ان النون تبقى بسالب 5 لان مفيش حاجة اسمها مضروب لرقم سالب. ده حاجة مش موجودة. يبقى معنى كده إن النون بسالب 5 مرفوضة، ليه؟ لأن كلمة مضروب حاصل ضرب جميع الأعداد الصحيحة، الأقل من أو تساوي العدد والأكبر من أو تساوي الواحد. طب أنا بقعد أنقص أصلاً، طب سالب 5 هنقص 1 يبقى سالب 6، هنقص 1 يبقى سالب 7، هفضل أنقص لحد ما أوصل فين؟ سالب ما لا نهاية؟ فما في حاجة اسمها مضروب لرقم سالب. انساها ومرفوضة ومش منطقية رياضة، يبقى ما تقبلش عندك غير إن النون بكام؟ نون ب2. طب ده يا أستاذ الحل الغبي. واحنا شايفين ان هو حل ذكي، طب امال الذكي بقى هيبقى عامل ازاي؟ بص يا سيدي، هما مش دول، ركزوا معايا يا اولاد، مش دول عددين متتاليين؟ اه. عددين مالهم كده؟ متتاليين، اه. يعني ايه متتاليين؟ يعني ورا بعض، الفرق ما بينهم واحد. طب مين العددين المتتاليين اللي ورا بعض اللي لما يتضربوا في بعض يدوك 12؟ في ناس كتير بتقول لي 4 في 3، اه. يبقى هتعامل مع ده على انه 4 وهتعامل مع ده على انه 3. نون زائد 2 ب 4 تبقى النون ب 2. نون زائد 1 ب 3 يبقى فعلا النون ب 2، يبقى النون ب 2 هي الاجابه القاطعه، يبقى انت حلتها بمجرد النظر بعينك، غير الولد الغبي اللي قاعد يعمل خطا، مش غبي، كل الاحترام ليه وكل التقدير ليه، بس انا عندي احسن، يبقى انا احسن من اي حد تاني. فهمنا؟ فهمنا الرغبه؟ فهمنا الوضع اللي انت بقيت فيه دلوقتي في ثانيه ثانوي؟ انت دلوقتي مش في ثانيه ثانوي، انت خلاص ثالثه ثانوي، انا بأهلك تخش ثالثه صح. شيل من دماغك الكلمه الثانيه، شيل من دماغك كلمه كورس تأجيلي، شيل من دماغك كلمه حصه زياده. انت دلوقتي حصتك بتاخدها بمزاج المزاج، ليه؟ عشان نوصل ثالثه محترمين. ماشي؟ تعالى معايا. نبص على الحته اللي جايه يا حبايبي. بقول لك من هنا مضروب النون يساوي 30 في مضروب النون ناقص 2، ثانيه واحده. انا شايف مضروب كبير ومضروب صغير. ليه ده الكبير؟ لان ده نون، ده نون ناقص 2، نون فقدت 2، فاكيد النون اكبر من الثانيه. هوصل الكبير يبقى شبه الصغير، يبقى هطلع النون دي بره، تبقى نون في مضروب نون ناقص 1، ما وصلتش. يبقى نون في نون ناقص 1 في مضروب النون ناقص 2، كده انا وصلت. كلامنا بيساوي من هنا 30 في مضروب النون ناقص 2. مضروب النون ناقص 2 رايح مع مضروب النون ناقص 2. الطريقه الذكيه العبقريه بتاعتنا، دول عددين متتاليين، صح؟ اه. مين العددين المتتاليين اللي حاصل ضربهم يديك 30؟ 6 في 5، يبقى معنى كده النون دي ب 6، الكبير ياخد الكبير، ودوت هيبقى ب 5 عشان 6 ناقص 1 ب 5، يبقى معنى كده قيمة النون بكام؟ قيمة النون بقت بتساوي 6، زي ما حضرتك الحمد لله شفت وفهمت السؤال. هل فيها أي صعوبة علينا؟ أتمنى تبقى واضحة، أتمنى تبقى جميلة، أتمنى تبقى زي الفل، أتمنى ما يبقاش ناقصك أي معلومة فيها بإذن الله. تعالى معايا نبص الحتة اللي جاية مع بعضنا نشوف باذن الله هيكون اخبارها ايه. مضروب النون زائد 1 على مضروب النون يساوي 5. يا استاذ عيب عليك يا استاذ، ده مضروب كبير ومضروب صغير يا استاذ، ده احنا مجرد النظر نحلها. خلي الكبير شبه الصغير، هعمل ايه؟ طلع النون زائد 1 بره، لما طلع النون زائد 1 بره يفضل لي جوه مضروب النون، ويفضل لي تحت من هنا مضروب النون، كلامنا من هنا يساوي 5. يبقى مضروب النون راح مع مضروب النون، خلصنا والله خلصنا. يبقى معنى كده النون زائد 1 بقت بتساوي 5، يبقى قيمة النون اللي عندك بقت عاملة كام؟ بقت عاملة 4، زي ما حضرتك الحمد لله شفت السؤال. هل فيها أي صعوبة علينا؟
يا رب تبقى سهله وجميله وقلوبكم مبسوطه والدنيا حلوه الحمد لله. تعالوا معايا يا حبايبي نبص مع بعضنا على الحته اللي جايه ان شاء الله. بقول لك من هنا كلمتين مهمين جدا قبل ما تخش على كلمه التباديل، الترتيب في الصف والترتيب في الدايره. يعني ايه؟ يعني لو انا مثلا معايا ايه اربع اصحابي كده منكم، احنا كلنا كام على بعض؟ كلنا خمسه، جينا نقعدوا مع بعض على القهوه. في فرق ما بين الخمسه دول ان هم يقعدوا صف، وما بين ان الخمسه دول يقعدوا دايره. المساحه اللي هم واخدينها وهم قاعدين دايره غير المساحه اللي هم واخدينها وهم قاعدين صف. عشان كده قال لك انت عندك شكل مختلف. لو انت بتتكلم عن الترتيب في الصف، ركزوا معايا، ركزوا معايا قوي، الترتيب في الصف يبقى كلامنا بقى مضروب النون. الترتيب في الصف يبقى مضروب النون. عندي خمس عناصر احطهم في صف يبقى معنى كده كلمه مضروب النون. عندي 10 عناصر احطهم في صف يبقى معنى كده مضروب النون. الترتيب في الدايره خلي بالكم مني بقى، يبقى على طول مضروب النون ناقص الواحد. كمان مره، الترتيب في الدايره يبقى على طول مضروب النون ناقص الواحد. يبقى الصف بقى مضروب النون، الدايره مضروب النون ناقص واحد. يبقى ال 10 اختيارات لو هم عندي هحطهم في صف ليهم ترتيبات معينه، هحط ده هنا، هحط ده هنا، هحط ده هنا، هحط ده هنا، خدوا وضع معين وترتبوا ترتيبات معينه. هنا احمد، هنا محمد، لا بدلتهم، محمد واحد، جبت لهم مصطفى وقعدت مصطفى قدامه، وقعدت مصطفى هنا، وقعدت يارا قدامه، وقعدت منا قدامه، وقعدت بسنت قدام. كل المواقف دي انا قاعد اغير في الترتيب بتاعكم. عدد الترتيبات هو مضروب النوم. اما لو قاعدين في دايره يبقى وضع الدايره بقى وضع مختلف. وضع الدايره بقى وضع اسمه مضروب النوم ناقص الواحد. تمام؟ نبدا ناخد مثال سهل قوي، نبدا ناخد مثال تافه قوي، وبقول لك من هنا ركز معايا وشوف المثال وان شاء الله ننبسط فيه انبساط صح. بص بقى للناس ديت، بقول لك من هنا بكم طريقه يمكن لمجموعه من الاشخاص، الاشخاص ديت ست افراد زي ما حضراتكم شايفين، يرتبوا نفسهم بحيث ان هم ممكن يجلسوا في صف او يجلسوا في دائره مستديره. تقول لي يا استاذ ما هم لو في صف يبقى احنا لسه متعلمينها كلامنا مضروب النون، يبقى معنى كده لو صف يبقى كلامنا بقى مضروب السته، يبقى عدد الطرق بتاعت الترتيب بتاعتهم 720 طريقه بمنتهى البساطه. قانون اهبل معلقه خدتها خلاص، خلصت المعلومه، ما فيهاش بقى بتلخبط، ما فيهاش سرحان، ما فيهاش مش قصدي، كلام الاهبل ده مش موجود خلاص، الدنيا سهله. حول دائره مستديره، قانون حفظه يبقى الدائره نون ناقص واحد. بص الدائره جلسه نون ناقص واحد، صف سالك نون على طول. شفنا الجمال؟ صف سالك نون على طول، دائره غلسه نون ناقص واحد. يبقى معنى كده هيبقى 6 ناقص 1 امه مضروب الخمسه، امه رقم عامل كام؟ 120 زي ما حبايبي الشطار الحمد لله عارفين. هل فيها صعوبه يا اولاد؟ كله زي الفل الحمد لله، كله جميل ان شاء الله. يلا بينا نخش بقى في التباديل، نخش في الشغل العالي عندنا وافهم يعني ايه كلمه تباديل. عايز افهمها لك برده كده بمعنى ايه؟ بمعنى لذيذ قوي. كلمه تباديل دي يعني ايه؟ انا معايا من هنا مثلا 3 اقلام صح؟ سله فيها 3 اقلام. انا ممكن لو انا باخد قلم وباخد قلمين وباخد 3 اقلام اكيد كل حاجه فيهم وضعها مختلف. اما هاخد ازاي؟ هتاخدهم كلهم على بعضهم؟ هتاخدهم كلهم على بعضهم دي كده مجموعه، دي التوافيق اللي هي حصه المره اللي جايه. التباديل انا هركزوا بقى، التباديل انا هتعامل مع عنصر عنصر. عايز امد ايدي مد ايدك، بس لما تاخد حاجه واحده بس. خدت القلم الاسود، خدت القلم الاحمر، خدت القلم، خد الثلاثه بس خدهم منفصلين. في التوافيق الحصه الجايه همد ايدي واخد مجموعه، لا مالناش دعوه خلاص بالكلام ده. انا دلوقتي هاخدهم عنصر عنصر، هاخدهم واحد وبعدين هاخد الثاني وبعدين هاخد الثالث. فهمنا؟ يبقى معنى كده كلمه تباديل بقت اخبارها ايه؟ قال لك ان اهم كلمه فيها، بص 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 بص، هي عدد اهم كلمه والله، الترتيبات. ايه كلمة الترتيبات دي يا استاذ؟ فهم لنا كلمة الترتيبات دي يا استاذ. انتوا شفتوني لما كنت باخد الاقلام كنت باخدهم ازاي؟ كنت باخد القلم الاول وبعدين باخد القلم الثاني وبعدين باخد القلم الثالث، صح ولا لا؟ فاخدت الاول وخدت الثاني وخدت الثالث. لو احنا بنطلع على السلالم بدوس على السلمة الاولى وبعد كده بدوس على السلمة الثانية وبدوس على السلمة الثالثة وهكذا. يبقى كلمة الترتيبات انت بتتعامل مع عنصر عنصر، لقطة لقطة، حتة حتة، مش كل كفشة واحدة. يعني مثلا لو انا معايا مثلا ثلاثة اصحابي منكم كده وهتكلم معاهم، ممكن اوجه كلامي للثلاثة في نفس اللحظة، وممكن اكلم احمد الاول وبعدين اكلم منى وبعدين اكلم ياسمين. فهنا انا كلمت ده لوحده ودي لوحدها ودي لوحدها، غير ان انا اكلمهم هم الثلاثة مع بعضهم. هم الثلاثة مع بعضهم يبقى انا اتعاملت معاهم على انهم مجموعة.
انما لو كل واحد لوحده يبقى انا اتعاملت معاهم على انهم عناصر مستقله. وهي دي كلمه الترتيبات، دي كلمه الترتيبات. الحصه الجايه لما هديلك توفيق هقول نفس التعريف، بس بدل كلمه ترتيبات هقول لك كلمه ايه؟ مجموعات. مش عايزين نسبق احداث، خلينا في موضوعنا. هي عدد الترتيبات التي يمكن تكوينها من ر من الاشياء. ايه بقى كلمه الر دي؟ ر دي هي عدد الحاجات اللي انت بتاخدها. على سبيل المثال حضرتك كان من هنا كان عندك 3 اقلام، ممكن اخد قلم واحد يبقى كده الرهب واحد، ممكن اخد قلمين يبقى كده الرهب اتنين، ممكن اخد الثلاثه يبقى كده الرهب ثلاثة. عشان كده هي عدد الترتيبات التي يمكن تكوينها اللي انا باخده مين؟ هو ر. طب ر دي انت بتنقيها من ايه؟ قال لك من هنا الر هتكون مختاره من نون من الاشياء. مين بقى النون؟ نون دي الباسكت الكبير اللي انا بنقي منه. انا هنا قدامي القدره اخد كام قلم؟ اخد 3، اهم انتوا شايفينهم قدامي القدره اخد 3 اقلام، يبقى النون ب3. خدت 1 يبقى الرهب 1، خدت 2 يبقى الرهب 2، خدت 3 يبقى الرهب 3. هل ينفع اخد تاني؟ لا، اقصى حاجه اخدها 3. عشان كده كلمه جباره، الره دايما اصغر من او تساوي النون. استحاله الره تعدي النون، لان اقصى حاجه ممكن تاخدها ان انت تخلص كل الاختيارات بتاعتك، تاخد الثلاث اقلام خلصتهم يبقى كده الره اصغر من او تساوي النون. ومش بس كده، ده الره دي لازم تكون اكبر من او تساوي الصفر. ممكن الره تبقى بصفر، ما خدتش حاجه خالص، الره بواحد، الره باثنين، الره بثلاثه، يبقى كده اقصى حاجه ممكن اوصل لها. الره بصفر انا ما خدتش اي حاجه، رهب واحد خدت حاجه، رهب اتنين خدت اتنين، رهب تلاته يبقى انا خلصت النون، والنون هي الحاجه اللي انا بنقي منها. يعني لو عندك سله كده فيها 10 كور يبقى النون ب10، الحيز اللي انت بتتعامل معاه اخره 10. ممكن اخد كوره رهب واحد، هاخد كورتين رهب اتنين، اقصى حاجه ممكن اخدها ان الرهب تبقى ب10 ان انا اخد ال10 كورات كلهم. فهمنا اللعبه يا اولادي؟ تعالوا معايا بقى نبدا نطمن اكتر ونبدا نفهم الكلام ده اكتر. التباديل دي رمزها ايه ووضعها ايه؟ قال لك قبل ما تعرف اي رموز لازم تبقى فاهم ان الر والنون هيكونوا اعداد صحيحه موجبه. يعني مفيش حاجه اسمها انا خدت 2.25 قلم، ما ينفعش. مفيش حاجه اسمها انا خدت سالب 3 قلم، ما ينفعش. لازم لما تتعامل معاهم تتعامل معاهم على انهم اعداد صحيحه موجبه، 1 2 3 4 10 وهكذا. تمام؟ الحاجه الجايه بقى التباديل دي الرمز بتاعها ايه؟ قال لك ان الرمز بتاعها نون اللي هو العلم، لام الر. العلم بقى ده الحيز اللي انا بنقي منه التلات اقلام، بنسميها كلمه العلم، الباسكت الكبير اللي عندي بكل العناصر المترابطه اللي فيه. طب الر، ر دي بيكون اسمها الدليل، الحاجات اللي انت بتاخدها من العلم. يبقى الر دي الحاجات اللي انا باخدها من العلم، ر دي هي الدليل. نون هي العلم اللي هي الحيز الكبير اللي عندي، فنون هي العلم هي الحيز الكبير، ر هي الدليل هي شويه الحاجات اللي انا باخدها. فهمنا اللعبه؟ يبقى ر الدليل شويه الحاجات اللي انا باخدها، نون العلم الحيز الكبير اللي انا باخد منه. طب نون لام ر دي بقى رقميا كده هتبقى بتساوي ايه؟ قال لك بص عندك حاجه هنتعلمها مع بعض دلوقتي مهمه جدا 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 جدا، اسمها خواص التباديل. الكلام ده لازم نبقى حافظينه زي اسامينا يا اولاد، ركزوا معايا الحبه الجايين. نزرق السبوره كده ونتعامل مع ايه؟ مع اللون الازرق الجميل ده اللي احنا بنحبه. خواص التباديل ايه؟ قال لك ان اول حاجه لازم تبقى فاهمها هي خاصيه المفكوك. طب نون لام ر المفكوك بتاعه ده يعني ايه يا استاذ؟ مش فاهمين حاجه خالص، تعالى بقى بالراحه. كلمه مفكوك يعني هفكه، واضحه؟ طرف الخيط بتاعك هو نون، يعني هبدا بالنون، وبعدين انقص واحد يعني هضرب في نون ناقص واحد، وبعدين انقص واحد يعني هضرب في نون ناقص اتنين، لحد ما اوصل للحد الاخير اللي اسمه نون ناقص الر زائد الواحد. الحد الاخير عندي اسمه نون ناقص الر زائد الواحد. نون ناقص الر زائد واحد ده هو ده الحد الاخير. يبقى معنى كده ما يجيش واحد يقول لي هختم بواحد، هختم بواحد ده لو كان عندي مضروب النون، كنت بدات بنون نقصت واحد، نون ناقص واحد، فضلت انقص انقص لحد ما ختمت بواحد، انما انا مش بقول مضروب، انا بقول نون لام ر، يعني همسك النون
انقص 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 لحد ما اوصل لنون ناقص را زائد واحد. طب انا عايز افهم مثال على الحته دي وهفهمه لك باسلوب جميل قوي. لو انا عندي مثلا 9 لام 3 ممكن نتعلمها صح؟ هتعلمها لك باسلوب عبيط يعني اسهل من كده انا مش معتقدش ان فيه يعني. طرف الخيط بتاعي هيبقى اسمه من هنا 9. اول عنصر عندي هيبقى اسمه من هنا 9. يبقى انا هبدا الكلام بتاعي بالتسعة. انقص واحد 8. طب هفضل انقص لحد امتى؟ الرقم ده كام؟ 3. يبقى بتكتب هنا 3 حاجات بس. يبقى 9 في 8 في 7. انا خلصت لان كتبت 3 حاجات. طب السبعه دي جايه منين؟ السبعه دي جايه من خلال نون اللي هي 9 ناقص ر اللي هي 3 زائد الواحد. 9 ناقص 3 زائد واحد يدي لك السبعه. فهمنا كلمه الحد الاخير؟ فهمنا كلمه الحد الاخير يا حبايبي؟ يبقى انا من هنا كمان واحده نفكها. يلا بينا نلعب مع بعض. هقول لك مثلا 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 10 لام 4. يبقى طرف الخيط بتاعي بيبدا ب 10 ادي 10. هكتب كام حاجه؟ هكتب اربع حاجات. نقص واحد يبقى 9، نقص واحد يبقى 8، نقص واحد يبقى 7. يبقى انا كده كتبت 10 لام 4. تيجي نكشف على الحد الاخير. لما هكشف على الحد الاخير يبقى نون ناقص الر زائد الواحد. 10 ناقص 4 زائد 1 يدي لك السبعه اللي هي عندك. هل فيها صعوبه؟ يلا كمان واحده. لو جيت قلت لك نون لام 2، ساعتها النون لام 2 طرف الخيط بتاعي بنون وبكتب عنصرين 2 بس، يبقى هنا نون في نون ناقص 1 وقضيت يا عم على كده. طب يا استاذ احنا شايفينك قاعد تفك وواخد راحتك والدنيا زي الحلاوه. احنا بنفك امتى يا استاذ؟ قال لك ان انت هتفك لما تكون قيمه الر معلومه وصغيره. خلي بالك مني، هنفك لما قيمه الدليل اللي هو الر تكون معلومه وصغيره. هنفك لما تكون قيمه الر اللي هو الدليل معلومه وصغيره. واضحه؟ طيب القانون اللي جاي اسمه ايه؟ قال لك ان القانون اللي جاي من هنا هيكون اسمه قانون المضاريب. ايوه اللي انت بتفكر فيه صح. هحول التبديل اللي قدامي لمضاريب. ازاي؟ قال لك بص، لو حضرتك عندك نون لام را هحولها لمضاريب. ازاي؟ قال لك كلامك هيبقى مضروب النون على مضروب النون ناقص الرا. مضروب النون على مضروب النون ناقص الرا. مضروب النون على مضروب النون ناقص الرا. هستخدمه امتى؟ قال لك هتستخدمه لما تكون قيمة الر اللي هي الدليل مجهولة أو إن هي تكون كبيرة. زيها زي الحتة دي بس بالعكس، هنا معلومة هنا مجهولة، هنا صغيرة هنا كبيرة. يبقى معنى كده المضاريب من هنا نون لام ر مضروب النون على مضروب النون ناقص ر. كمثال عشان نفهم الحتة دي، لو قلت لك مثلا 5 لام ر بقول لك فكها لي، تقول لي ما ينفعش أفكها. ليه؟ أنا لما كنت بفك كنت عارف أنا هكتب كام عنصر؟ 1 2 3 4. طب دلوقتي هل حد في الدنيا يعرف هو هيكتب كام عنصر؟ استحالة. يبقى ما تعرفش تكتب كام عنصر؟ أه ما أعرفش. يبقى إحنا هنعمل مضاريب مش مفكوك. المضاريب تبقى مضروب الخمسة على مضروب الخمسة ناقص الرابع. هل فيها صعوبة؟ الحتة الجاية لو قلت لك مثلا 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 هقول لك من هنا مثلا يا أولاد نون لام مثلا 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 سين. نون لام سين عايز احولها لمضاريب، تقول لي على طول لمضاريب يبقى مضروب العلم على مضروب العلم ناقص الدليل اللي هي نون ناقص السين. زي ما حضرتك الحمد لله شفت الدنيا اللي عندك. يبقى انا هم قانونين بشتغل عليهم، المفكوك لو الدليل معلومه صغير وتعلمنا نفك ازاي، المضاريب لو الدليل مجهول او كبير وتعلمنا نحول لمضاريب ازاي. مش عايز اكتر في الشرح عن كده عشان ولا انت تزهق ولا انت تمل ولا انا اكون شخص ممل بالنسبه لك وماسك الحته السهله قاعد اهري فيها. هفرمك اسئله دلوقتي، هديك حوالي دلوقتي يعني حوالي 20 سؤال. 20 مين؟ هديك حوالي 30 سؤال في اللحظه اللي جايه دي. ال 30 سؤال مهمين هيفيدوك هيزودوك ان شاء الله ربنا يكبر بخاطرنا فيهم. نبدا مع بعض اسئله ونبدا بقى نتعرض لمواقف كتير نستخدمها. اذا كان نون لام 4 يساوي 14 في نون ناقص 2 لام 3. ثانيه يا استاذ، احنا شفنا الدليل اللي عندك معلوم وصغير في الحالتين. يبقى هفك الحاله الاولى. طرف الخيط اللي عندي نون، يبقى هبدا بنون انقص واحد، يبقى نون ناقص واحد انقص واحد، يبقى نون ناقص اثنين انقص واحد، يبقى نون ناقص الثلاثه. كده انا كتبت كام عنصر؟ اربعه.
واحد اثنين ثلاثة أربعة خلصنا كلامنا بيساوي الله يرضى عنك ما تنسانيش ال 14 اللي قدامي. نون ناقص اثنين يبقى طرف الخيط بتاعي نون ناقص اثنين، ببدأ من نون ناقص اثنين وفرقه. هنا ببدأ أفك من نون ناقص اثنين، هناك كنت ببدأ أفك من نون مش من نون ناقص اثنين. يبقى نون ناقص اثنين أنقص واحد يبقى نون ناقص ثلاثة، أنقص واحد يبقى نون ناقص أربعة، لأن أنا المفروض أكتب ثلاث حاجات بس. أدي الوضع اللي عندك. طبعا النون ناقص اثنين رايحة مع النون ناقص اثنين، النون ناقص ثلاثة رايحة مع النون ناقص ثلاثة. نظبط نفسنا ونكتب اللي فاضل بشكل شياكه، يبقى نون في نون ناقص 1 تساوي 14 في نون ناقص 4، اوزع النون تبقى نون تربيع ناقص النون، اوزع ال 14 تبقى 14 نون ناقص 56. هرجع ده جوه يبقى معنى كده كلامنا نون تربيع ناقص 15 نون لان دي دخلت جوه بعكس اشاره زائد ال 56 كلامنا بيساوي صفر. يبقى من هنا قوس يمين، من هنا قوس شمال، من هنا نون، من هنا نون، من هنا 7 في 8 اشاره سالبه اشاره سالبه، يعني يا اما ان النون اللي عندك تساوي 7 يا اما النون اللي عندك تساوي 8. وطالما اعداد صحيحه موجبه يبقى الاجابتين الحمد لله بفضل الله مقبولين، يبقى كلامنا من هنا بقى 10 على 10 زي ما حضرتك شفت الحمد لله. اتمنى ما يكونش فيها اي صعوبه، اتمنى تكون دنيتها سهله وسالكه ان شاء الله علينا كلنا. تعال معايا نبص مع بعضنا على الحته اللي جايه ونشوف ان شاء الله هيكون اخبارها معانا ايه. بقول لك اذا كان نون لام صفر زائد نون لام واحد زائد نون لام اتنين يساوي 50، فما هي قيمة نون؟ تقول لي ثانية يا أستاذ، نون لام صفر هعملها ازاي؟ اعرف الحتة دي، أنا بكتب من هنا نون لام صفر، طب أنا مش عارف أفكها، الصفر ده بصوا خبطني كده على دماغي مش عارف أكتب كام عنصر، تعبان؟ متضايق؟ حولها لمضاريب. هي مضاريب بتقول إيه؟ المضاريب بتقول مضروب العلم اللي هو مضروب النون على مضروب النون ناقص الراء، العلم ناقص الدليل، يعني نون ناقص صفر. طب ما هي نون ناقص صفر اللي هي نون، مضروب النون على مضروب النون يبقى الكلام ده بقى عامل واحد. زائد دي بقى تعرف تفكها، نون طرف الخيط وهكتب عنصر واحد يبقى الكلام ده بقى نون. زائد دي نون وطرف الخيط بيقول لك عنصرين. اثنين يعني نون في نون ناقص واحد زي ما انت شفت وكلامنا بيساوي 50، طرف الخيط بنون عدد العناصر عنصرين. نيجي من هنا نبدا نقول ان عندنا واحد زائد النون زائد وزع النون يبقى نون تربيع ناقص النون كلامنا بيساوي 50. يلا يلا ودي الواحد هناك يبقى النون تربيع بتساوي 49 باخذ الجذر التربيعي نون موجب وسالب 7، ما ينفعش كلمه سالب 7 يبقى النون تساوي 7 فقط لا غير. ادي الكلام اللي عندنا، ادي قيمه النون زي ما حضرتك الحمد لله شفت الوضع اللي قدامك. هل فيها اي مشكله علينا؟ يا رب تبقى زي الفل. يلا بينا نبص على الحته اللي جايه وان شاء الله تبقى احلى واحلى علينا. بقول لك اذا كان 5 لام ر، استاذ انا شفت الدليل مجهول ما اعرفش اتصرف فيه، حول لمضاريب. لما حول لمضاريب يبقى مضروب العلم على مضروب العلم ناقص الدليل يبقى كلامنا 5 ناقص ر يساوي 2 في برضه الر ناقص 1 مجهوله، يبقى كلامنا هيبقى مضروب العلم اللي هو مضروب السته على مضروب العلم ناقص الدليل يعني 6. خلي بالكم بقى الحته الجايه عشان هتغلط ناس فيكم. ناقص الر ناقص 1 وزع السالب يبقى سالب الر زائد الواحد زي ما انت شفت، 6 زائد الواحد يبقى كان كلامنا من هنا بقى 7 ناقص الر. نبدا نلعب مع بعض لعبه حلوه قوي قوي قوي. انا دلوقتي شايف الوضع اللي قدامي، هنا 5 وهنا 6 صح؟ طلع ال 6 بره، لما طلع ال 6 بره يبقى جوه مضروب ال 5، يبقى مضروب ال 5 راح مع مضروب ال 5 مش كده ولا ايه؟ هنا 5 شلنا منها ر، 7 شلنا منها ر، طيب يبقى ده الكبير لان السبعه لما يتشال منها حاجه والخمسه لما يتشال منها نفس الحاجه يبقى ده هو الكبير. دوت هطلعه بره يبقى 7 ناقص ر، لما تطلع بره يفضل لي جوه ايه؟ يفضل لي جوه من هنا ناقص واحد منه، يبقى 7 ناقص ر ناقص واحد يعني 6 ناقص ر. هل انا وصلت؟ لا ما وصلتش، يبقى طلع 6 ناقص ر، لما طلع من هنا 6 ناقص ر كله بقى هيضم على بعضه، الحصه كلها دلوقتي هتتكلف في كام مساله؟ يبقى 6 ناقص ر في مضروب ال 5 ناقص ر، وصلت؟ اه الحمد لله على السلامه، ده رايح معنا. الطرف اليمين كله بواحد، الطرف الشمال 2 في 6 يعني ب 12، كلامنا على 7 ناقص ر في 6 ناقص ر زي ما انت شفت. مقصاتك يبقى 7 ناقص ر في 6 ناقص ر، كلامنا بيساوي كام؟ 12. الذكاء بقى ده وده فرقهم واحد، يبقى معنى كده ال 12 دي عددين فرقهم واحد يبقى 4 في 3. ده الكبير يبقى ده ال 4، ده الصغير يبقى ده ال 3، يبقى الر بكام؟ ب 3، عشان تشيل الر وتحط 7 ناقص 3 يديك 4، 6 ناقص 3 يديك 3، يبقى قيمة الر اللي عندك بقت عاملة كام؟
بقيت عامله ثلاثه زي ما حضرتك شفت. الدنيا قلت لك هتبدا تفك عليك، هتبدا تبقى لذيذه قوي عليك، هيبدا ما يبقاش في اي مشكله لو انت كنت مركز طول فترات الحصه اللي فاتت. ماشي يا اولاد، يلا بينا نبص مع بعضنا على الحته اللي جايه ان شاء الله. نبص بقى يا حبايبي السؤال اللي جاي مع بعض. بقول لك اذا كان 15 في نون لام صفر، كلمه نون لام صفر دي يعني عيق على الفاضي. نون لام صفر خلاص احنا اتعلمنا ان هي على طول هتبقى عباره عن الواحد، يبقى ادي كلمه الواحد، الواحد ملوش لازمه، يبقى كانها 15 في مضروب السين يساوي مضروب ال 15. ايه العباطه دي يا استاذ؟ طلع ال 15 دي بره، يبقى 15 في مضروب السين يساوي 15 في مضروب ال 14، 15 رايحه مع 15، مضروب السين بمضروب ال 14، يبقى على طول قيمه السين هتبقى بتساوي ال 14. خدها بقى وعوض. بيقول لك فما قيمه مضروب السين ناقص 14؟ طب ما 14 ناقص 14 اللي هي مضروب الصفر اللي كل حبايبي حافظين ان هي بقت عامله كام؟ بقت عامله واحد بمنتهى البساطه اللي في الدنيا. هل فيها اي مشكله علينا؟ سهله ان شاء الله، جميله ان شاء الله. يلا بينا يا حبايبي الحته اللي جايه مع بعضها. هقول لك من هنا، اذا كان نص نون يساوي 120، وجد لي قيمه النون. تقول لي ثانيه يا استاذ، ما هي اصلا ال 120 دي على طول مضروب الخمسه، يعني معنى كده مضروب النص نون يساوي مضروب الخمسه، يعني النص نون تساوي الخمسه، يعني قيمه النون تساوي 10. انا خلصت السؤال. شفت سهوله وتفاهه اكتر من كده؟ ادي الدنيا، ادي السهوله، ادي العسل كله اللي احنا فيه مع بعض. يلا بينا نبص الحته اللي جايه. اذا كان نون لام ر يساوي 60 4 800 ومضروب الر يساوي 50 40. ثانيه يا استاذ، مضروب الر يساوي 50 40، ده احنا حفظناها. مضروب الر لو ب 50 40 يبقى مضروب الر بمضروب السبعه، يبقى قيمه الر بتساوي 7 يا استاذ. خد لي السبعه دي واجري على هناك، شوف لي نون لام 7 يساوي 60 4 800، وابدا جرب بقى، ابدا اكتب على الاله لام. طب انا اكتبها ازاي يا استاذ؟ انت ما قلتهاليش قبل كده. الاله فيها زرار الفي يا اولاد، وفي جنبيه منه زرار العلق، صح ولا لا؟ زرار الفي ده هتلاقي فيه ان بي ار فوق منه، لازم تدوس شيفت عشان تدوسها. فانا عايز اكتب نون لام 7، انا عايز اجرب، هكتب 8 لام 7، 9 لام 7، 10 لام 7 وهكذا. طب انا اكتب ازاي اصلا مثلا 10 لام 7؟ عايز اجربها، اجربها ازاي؟ قال لك بص، انت عشان تكتب 10 لام 7 على الاله تكتب 10 وبعدين شيفت فيه، هتلاقيه على الاله قام كاتب لك كلمه بي، يبقى كده كانها لام، يبقى كانها 10 لام وادي اللام اللي هي بي، 7 تكتب 7 عادي وتطلع الناتج ويبقى كلامك زي الفل. 10 لام 7 احنا حافظينها اللي هي 10 في 9 في 8 في 7، صح ولا لا؟ كانها 56 في 90 وتطلع الناتج بتاعها زي الفل. ابدا بقى جرب على الاله، كام لام 7 يديك 60 4 800؟ ابدا اكبر بقى بالارقام، 12 13 14 15 وهكذا، جرب على الاله وشوف هتطلع لك ازاي. لما هتجرب هتلاقي ان ال 10 هي اللي نافعه معاك، يبقى معنى كده النون بقت ب 10، يبقى قيمه النون ب 10، قيمه الراه اللي عندك بقت ب 7، كل كلامنا زي الفل وهكذا 10 على 10 معانا. تمام يا حبايبي؟ اتمنى تبقى واصله، اتمنى تبقى واضحه، اتمنى ما يكونش فيها اي مشكله علينا باذن الله. تعالى معايا نبص مع بعضنا على الحته اللي جايه. بقول لك اذا كان العامل الاوسط في مفكوك نون لام 11 ب 15 فاوجد قيمه نون. ثانيه واحده، نون لام 11 دي انا لما اجي افكها بفكها ازاي؟ نون انقص واحد نون ناقص واحد، انقص واحد نون ناقص اثنين، انقص واحد نون ناقص ثلاثة، انقص واحد نون ناقص اربعة، انقص واحد نون ناقص خمسة، انقص واحد نون ناقص ستة، انقص واحد نون ناقص سبعة، انقص واحد نون ناقص ثمانية، انقص واحد نون ناقص تسعة، انقص واحد نون ناقص 10. كده انا خلصت. ليه؟ دول 11 عنصر، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. وصلت؟ طيب انا عايز الاوسط، طير لي واحد من قدام، طير لي واحد من ورا، واحد من قدام 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 واحد من ورا. الله 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 الله. يبقى نون ناقص 5 هو العامل الاوسط. قال لك ان النون ناقص الخمسه بتساوي 15، يبقى قيمه النون اللي عندك بقت عامله من هنا 20 زي ما حضرتك شفت والحمد لله. هل فيها اي صعوبه علينا؟ ادي الدنيا، ادي الانبساط، ادي السهوله بتاعت التباديل، ادي مزاج التباديل. الحصه مجرد ما فهمتها هتجري هترمح في المسائل زي ما بيقولوا. اتمنى تكون كل حاجه كويسه عليك ان شاء الله. تعالى معايا نبص الحته اللي جايه مع بعض ونشوف اخبارها ايه. بقول لك حل لي المعادله س زائد 2 لام 3 يساوي 30 س. عايزين نحلها يا استاذ؟ ده احنا لقينا ان الدليل اللي هو الر معلوم وصغير، يبقى يلا نفك. يبقى معنى كده هتبدا ب س زائد 2، هتنقص 1 يبقى س زائد 1، هتنقص 1 يبقى كلامنا س يساوي 30 س. الس رايحه مع س، تقف بقى معايا. س
سين زائد 2 وسين زائد 1. 30 دي مش 30، دي 6 في 5. يا استاذ ده ايه الجمال ده؟ عددين ضربهم 6 في 5، ايوه يبقى ده من هنا ب 4. 4 و2 6، 4 و1 5، يبقى قيمه السين اللي عندك بقت عامله لك كام؟ بقت عامله لك 4 زي ما حضرتك شايف، والحمد لله كلامك جميل بفضل الله تعالى. هل فيها صعوبه حبايبي؟ يا رب تبقى زي الفل، ويا رب تبقى جميله، وان شاء الله كويسه علينا كلنا باذن الله. تعالى معايا نبص مع بعضنا الحته اللي جايه. بقول لك اذا كان مضروب س زائد 2 يساوي 182 في س لام 11، فان س ناقص 11 بكام؟ اول حاجه كده بالراحه. هنا انا عندي 182 وعندي من هنا س لام 11. س لام 11 دي لما نيجي بقى نظبط دنيتنا تقول لي هنا انا اعرف اقول مضروب الس على مضروب الس ناقص 11. في مضروب الس ناقص 11 يا استاذ، طب ما هو ده راح مع ده، يا مزاجه يا مزاجه. تيجي بقى من هنا تقول لي 182 يساوي مضروب الس زائد 2، تيجي نكتب بالشيكه، يبقى معنى كده مضروب الس زائد 2 يساوي 182 في مضروب الس. امسك ده وصله لده، طلع س زائد 2 بره يفضل لك جوه س زائد 1، طلع س زائد 1 بره يفضل لك جوه مضروب الس. اهو مضروب الس يساوي 182 في مضروب الس. مضروب الس راح مع مضروب الس زي ما حضرتك شفت. طبعا هتجرب على الاله كام في كام يكونوا متتاليين ويدي لك 182. هتلاقي ان كلامنا من هنا بقى 14 في 13، يبقى دول لازم يكونوا 14 في 13، دي 14 ودي 14، يبقى دي 12، ويبقى دي 13 يبقى دي 12. خلي بالك انا قلت 14 في 13 مش 13 في 14. ليه؟ عشان الكبير الاول والصغير وراه، الكبير الاول والصغير وراه. يبقى معنى كده قيمه السين على طول هتبقى عباره عن 12 زي ما حضرتك شفت بفضل الله تعالى. هل فيها اي صعوبه علينا؟ يا رب تبقى كويسه، يا رب تبقى جميله، ان شاء الله ما فيهاش اي مشكله. تعالى معايا كده نبص للحته اللي جايه ونشوف ان شاء الله مساله جميله قوي هيكون اخبارها معنا ايه. نبدا بقى السؤال اللي جاي مع بعض. بقول لك اذا كان نون لام 8 اكبر من نون لام 7، ثانيه يا استاذ. انا شايف الدليل معلوم بس مش صغير، هل هفضل ان انا افك؟ اكيد لا، مين يجي له نفسي يفك منظر معفن زي ده؟ حول لمضاريب، يبقى مضروب العلم على مضروب العلم ناقص الدليل، كلامنا اكبر من مضروب النون على مضروب النون ناقص السبعه، ده هيتن رايح مع ده، وبناء عليه واحد على مضروب النون ناقص 8 اكبر من واحد على مضروب نون ناقص 7. مقصاتك؟ يبقى مضروب النون ناقص السبعه على مضروب النون ناقص الثمانيه، كلامنا اكبر من كام؟ اكبر من الواحد. الناس الشاطره مضروب كبير ومضروب صغير، خلي الكبير شبه الصغير، طلع النون ناقص 7 بره، لما نون ناقص 7 تطلع بره يفضل لك جوه نون ناقص كام؟ نون ناقص 8. طبعا نون ناقص 8 رايحه مع نون ناقص 8، يبقى معنى كده نون ناقص 7 اكبر من الواحد، ودي يبقى النون اكبر من الثمانيه، يبقى قيمه النون. اوعوا يا اولاد حد يعمل لي فتره وتمانية وما لا نهايه، ده اوعى تعمله. ليه؟ لان كده انت بتقول معاك التمانية والتمانية ونص والتمانية وربع والتسعة واحد من عشرة والعشرة وخمسة من عشرة، وانت مش مقبول عندك غير الارقام الصحيحة. طب انا لو عايز اكتب دي بشكل صح هكتبها ازاي؟ قال لك هتعملها مجموعة، التمانية مش معايا يبقى انا ببدأ من اللي بعدها التسعة، وبنط على الصحيح اللي وراه 10، انط على الصحيح اللي وراه 11، وافضل اخد الاعداد الصحيحه فقط، لان انا مش مقبول لحاجه عندي تكون صحيحه، او مش مقبول لحاجه عندي تكون حاجه غير صحيحه زي ما احنا شفنا وفهمنا الحته الحلوه دي. واضحه يا اولاد؟ سهله ان شاء الله جميله. يلا بينا نبص مع بعضنا على الحته اللي جايه ونشوف اخبارها ايه. بقول لك اذا كان الف زائد ب لام 4 يساوي 840 ومضروب الالف ناقص ب ب6، ثانيه يا استاذ، ما هو مضروب التلاتة بيساوي 6، يبقى ده معناه ان مضروب ألف ناقص ب يساوي مضروب التلاتة، يبقى معنى كده ألف ناقص ب بتساوي 3، ديت المعادلة رقم 1. هناك بقى تقول لي بقى ألف زائد الب لام 4 يساوي، لازم أشوف ال 840 دي كام لام 4؟ كام لام 4؟ جرب على الآلة، اكتب أي حاجة، اكتب مثلا 9، شفت فيه هيكتب لك ب، اكتب 4، شوف الناتج بتاعها، جرب على الآلة. نمسك من هنا المذكرة، حضرتك جرب، نمسك المذكرة ما مسكناهاش النهاردة، هتلاقيها 7 لام 4، يبقى أدي 7 لام 4، الدليل يساوي الدليل، وبما أن الدليل يساوي الدليل، إذا العلم يساوي العلم، وبناءً عليه، إذا الألف زائد الب يساوي 7، يبقى ديت المعادلة رقم 2 زي ما حضرتك شفت، ندلع المعادلتين مع بعض، يبقى ألف زائد ب ب7،
ألف ناقص ب بتلاتة، لما نيجي نجمعهم يبقى اتنين ألف بعشرة، يبقى الألف اللي عندك بخمسة، يبقى الب اللي عندك باتنين، يبقى أدي الب باتنين، أدي من هنا الألف بخمسة زي ما حضرتك شفت. الحمد لله حاجة شيك، حاجة جميلة، حاجة سهلة، إن شاء الله ربنا ما يجيش فيها أي مشكلة. تعالى معايا نبص مع بعضنا على الحتة اللي جاية. بقول لك إذا كان نون لام ر 2520، ثانية يا أستاذ، مضروب الر ب 120 يبقى على طول الر بخمسة. دي الناس الحافظة، دي الناس اللي فرمت الحصة فعلا. يبقى الر بقت بخمسة، 10 على 10 يا أستاذ. شوف لنا بقى كام لام خمسة، لأن أنا عندي نون لام خمسة. شوف لنا كام لام خمسة يديك 2520. جرب على الآلة، اكتب 8 لام 5، 9 لام 5، 10 لام 5، لقيت الرقم كبير اصغر، لقيت الرقم صغير اكبر، وهكذا. لما هتجرب هتلاقيها من هنا 7 لام 5، يبقى 7 لام 5 في 2520. بما ان الدليل يساوي الدليل، اذا العلم يساوي العلم، يبقى معنى كده قيمه النون ب 7، معانا نون، معانا ر. سؤال اهبل اللي جاي، اوجد قيمه مضروب 3 ر ناقص 2 نون. 3 في 5 15 ناقص 2 في 7 ب 14، يبقى مضروب الواحد اللي احنا كلنا عارفين ان هو الحمد لله بيعمل واحد. هل فيها اي صعوبه عندنا؟ ان شاء الله كله زي الفل. يلا بينا نبص مع بعض على الحته اللي جايه ونشوف اخبارها ايه سوا. بقول لك اذا كان س زائد ص لام 3 ب 504، وقف كلامك يا استاذ، لازم نشوف كام لام 3 يديك 504. جرب على الاله، 5 لام 3، 6 لام 3، 7 لام 3، ما تعملش بقى 3 لام 3 رقم صغير، ما تعملش 4 لام 3 رقم صغير، اكتب ارقام كبيره. كام لام 3 يديك 504؟ 9، يبقى ادي التسعه. انا ماسك فكره واحده وقاعد افهم فيها، خلي بالك. يبقى س زائد ص لام 3 يساوي 9 لام 3. نكرر، بما ان الدليل يساوي الدليل، اذا العلم يساوي العلم. إذا س زائد ص يساوي من هنا 9. نرجع المعادلة الثانية، س ناقص ص لام 4 ب 120. عايز أكلمك في حتة بعيداً عن المسألة، الحتة دي مهمة واكتبوها في مذكرتكم. لازم تبقى عارف إن نون لام نون هي هي نون لام نون ناقص الواحد. لازم تبقى عارف إن نون لام نون هي نون لام نون ناقص الواحد. ليه يا أستاذ؟ تعالى، 5 لام 4، أنا بدعي أنا وأنت إن دي بتساوي لام 5، ممكن أقنعك؟ 5 لام 4 دي طرف الخيط 5 وأكتب 4 عناصر، يبقى 5 في 4 في 3 في 2، صح ولا لأ؟ دول 4 عناصر. طب هو 5 لام 5 عبارة عن إيه؟ عبارة عن 5 في 4 في 3 في 2 في 1، هي دي تفرق عن دي إيه؟ ولا حاجة. الواحد ده، الواحد ده محايد ضربي ولا يهز شعرايا فيه. عشان كده كام لام 4 يديك 120؟ ده كان 5 لام 4 هي هي 5 لام 5. يبقى معنى كده على طول ان س ناقص ص لام 4 يساوي 5 لام 4. دليل يساوي دليل، اذا علم يساوي علم، اذا الس ناقص الص تساوي من هنا 5. نجمع يا هندسه، يبقى 2 س ب 14، يبقى السين ب 7. جبت س ب 7 اهو، 7 ناقص كام يديك 5؟ يبقى معنى كده قيمة الصاد اللي عندك هتبقى باتنين زي ما حضرتك شفت السؤال. هل فيها أي صعوبة حبايبي؟ إن شاء الله ربنا ما يجيب صعب، إن شاء الله كله سهل. يلا بينا نخش على الكلام اللي أجمل من كده بإذن الله. بكلم حضراتكم من هنا، رجعنا لشوية مسائل لفظية وقلبنا الصفحة. بقول لك من هنا أوجد عدد طرق جلوس 5 طلاب على 7 مقاعد. ثانية يا أستاذ، ما هنا الولد الأول 7 مقاعد، أدي مقعد، الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، السادس، السابع، صح ولا لأ؟ الولد الأول قدامه كام طريقة يقعد؟ قدامه 7 طرق، يبقى الولد الأول 7 طرق. طب أنا دلوقتي قعدت الولد الأول هنا مثلا، صح ولا لأ؟ الولد الثاني قدامه كام طريقة؟ الولد الثاني قدامه 6. طب أنا قعدت الولد الثاني هنا، الولد الثالث قدامه كام؟ الولد الثالث قدامه 5. طب أنا قعدت الولد الثالث هنا، الولد الرابع قدامه كام؟ قدامه 4. طب أنا قعدت الرابع هنا، الولد الخامس والأخير قدامه 3، يبقى 3، يبقى أنا قعدته هنا. 7 في 6 في 5 في 4 في 3. تيجي بص 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 نعكسها. قصدك ايه؟ تعالى، لما كنت بقول لك 9 لام 3 كنا بنعمل ايه؟ بنكتب 3 عناصر وطرف الخيط 9، كنا بنقوله 9 في 8 في 7، حصل ما حصلش. يبقى معنى كده 9 في 8 في 7 اقدر احولها لتباديل. طرف الخيط اللي هنا 7 يبقى اسمه 7، عنصر 2 3 4 5، يبقى معنى كده كلامنا 7 لام 5. تك تك على الآلة، 7 لام 5 هتلاقيها عاملة لك من هنا 2520 طريقة زي ما حضرتك شفت. شفنا العسل. يبقى أنت دلوقتي بتعرف تفك التباديل. 7 لام 5 بقول لك فكها لي،
طرف الخيط 7 انقص 1 انقص 1 انقص 1 انقص 1 وهكذا. طب لو اديتك مفكوكه تعرف تضمها لتبديل تاني، يبقى انت عرفت التبديل والعمليه العكسيه للتبديل. يلا ننبسط اكتر في الحته اللي جايه ونشوف هتودينا لفين. عدد طرق، ترتيب 9 اشخاص حول مائده على شكل دايره، على شكل دايره يبقى على طول مضروب النوم ناقص الواحد، يبقى كلامنا بقى مضروب الثمانيه مضروب الثمانيه مضروب الثمانيه مضروب الثمانيه، هيبقى من هنا عامل 40 320. ادي 40 320 زي ما حضرتك الحمد لله شفت الكلمه اللي قدامك. هل فيها اي صعوبه علينا؟ يا رب كله يبقى زي الفل، يا رب كله يبقى كويس. نجمه دي يا ولاد اكتر حصه. بصوا ايام الشرح انت كنت مستعجل ان انت تضم الحصه عشان الولاد يشوفوها، بتستعجل ان انت تشرحها في وقت قصير عشان الولاد ما يملوش، واصلا انت مضغوط وثلاث حصص ومش عارف ايه، انما دلوقتي حصه بمزاج هتلاقيها احسن من الحصص بتاعت قبل كده. ليه؟ الموضوع لازم ياخد حقه، الموضوع بقى بمزاج، ولا انا ولا انت مجبرين عليها، بس احنا مجبرين قدام نفسنا السنه الجايه، عشان كده الموضوع خارج بمزاج، انا بأهلك لثالثه، انا بتعامل معاك دلوقتي على انك في ثالثه سنه وخلاص، الموضوع لو ما خرجش بالشكل ده يبقى قلته احسن بالنسبه لك وبالنسبه لي، بس احنا بنتعامل مع بعض برقي، بنضج، انا عارف انت مين دلوقتي وانت عارف انا مين دلوقتي، خلاص احنا بقينا واضحين قدام بعض. نبص على الحته الجايه سوا يا ولاد ونشوفها اخبارها ايه. بقول لك كم عدد مكون من رقمين مختلفين، رقمين يبقى احاد وعشرات. عدد طرق تكوين الاحاد 4 يبقى دي 4. العمليه الثانيه، طب انا قلت لك مختلفين، يعني لو خدت رقم بقى فاضل لي 3 يبقى كلامنا بقى في 3. 4 في 3 يبقى 12، وبالمناسبه 4 في 3 يبقى كانها 4 لام 2. صح ولا لا؟ طرف الخيط 4 بكتب عنصرين يبقى 4 في 3 بس. ادي الكلام اللي عندنا، كلام شيك، كلام جميل، كلام مهذب، ادي الكلام الحلو ده. تعالى معايا نبص مع بعضنا على الحته اللي جايه. الحته اللي جايه عندك مسالتين، نعتبر ان ديت السؤال رقم 1 وديت السؤال رقم 2. نبدا نحل السؤال رقم 1. بقول لك من هنا كم عدد مكون من رقمين؟ يعني حضرتك بتتعامل مع احاد ومع عشرات. يمكن تكوينه من الارقام دي. طب بقول لك ايه؟ هو ما قالش مختلفه. يعني ممكن يبقى 44، 33، 22، 11. ما قاليش مختلفة، ما قاليش مختلفة. عارف انا مفكر في ايه؟ ان انا وانا بكون الاحاد يصلح عندي 4 ارقام للاستخدام، يبقى عدد طرق تكوين الاحاد 4. وانا بكون العشرات لسه عندي 4 ارقام، لان اللي حطيته هنا مسموح لي ان انا احطه هنا، طالما اللي حطيته هنا مسموح لك تحطه هنا، يبقى كانها 4 في 4، يبقى الاجابة بتاعتنا بقت 16 زي ما انت شفت. فكرة جديدة ومختلفة ومهمة لازم نبقى فاهمينها صح. الحتة اللي جاية، بكم طريقة يمكن تكوين عدد مكون من 3 أرقام مختلفة من الأرقام دي؟ تعال نحل 2، 3 أرقام مختلفة، يا أستاذ إحنا فرمنا الحتة دي، لو منك أوقف وحل. 3 أرقام مختلفة، يبقى أنا عشان أحط الأحاد ممكن أملاه بكم رقم؟ بخمسة، يبقى عدد طرق تكوين الأحاد 5. هو قال لي مختلفة، يعني مثلا لو أنا خدت 3 بقى فاضل لي هنا 4 أرقام. لو خدت مثلا هنا 1 يبقى بقى فاضل لي هنا 3 ارقام، 5 في 4 في 3 يبقى كلامنا من هنا بقى عباره عن 60 زي ما حضرتك الحمد لله شفت السؤال. تعالى معايا نبص يا ولادي يا حبايبي على الحته اللي جايه ونشوف اخبارها ايه. من مجموعه الحروف الف ب ج د ه واو، اوجد عدد طرق اختيار حرف واحد. طب ما انا لو بختار حرف واحد، ما انا قدامي 6 حاجات بختار منهم، يبقى عدد طرق اختيار حرف واحد 6. صح ولا غلطان؟ طب بقول لك حرفين مختلفين، حرفين مختلفين مختلفين مختلفين، يعني لو بختار الاول قدامي 6 ولو بختار الثاني قال لك مختلفين، يبقى اللي خدته في الاول ما كرروش بعد كده، يبقى بقى فاضل لي 5، يبقى من هنا 6 في 5، يبقى السؤال بتاعنا اجابته كام؟ اجابته 30. شفنا البساطه والسهوله، تعالى نطمن كده، من هنا 6، من هنا 30، اجابه نموذجيه بفضل الله تعالى. تعالى يلا يا حبايبي نبص مع بعض على الحته اللي جايه ونشوف اخبارها ايه. السؤال ده حلو، وكلمة أنا نبهتك ليها من شوية، وكنت بقول لك في الكلمة دي ما تمشيش غير لما تحقق له شرطه، اعمل له شرطه وبعد كده عيش حياتك. قال لك كم عدد زوجي مكون من 3 أرقام مختلفة؟ ثانية واحدة، ده عشان يبقى عدد زوجي لازم الأحد ده يبقى رقم زوجي، والأحد ده مش هيبقى زوجي غير لو خدت 2 أو 4، يبقى عدد طرق تكوين الأحد طريقتين فقط لا غير. طب انا افرض مثلا خدت الاثنين بقى فاضل لك هنا 4 ارقام، خدت مثلا هنا 5 بقى فاضل لك هنا 3 ارقام، وعلى فكره لو خدت هنا الاربعه يبقى فاضل لك هنا برضو 4 ارقام، لان كده كده في الاول ولا في الاخر انت هتاخد رقم واحد تحطه في الاحاد بس كده مش اكتر.
يبقى من هنا بقت 2 في 4 في 3، يبقى الاجابه بتاعتنا بقت عامله كام لحضرتك؟ بقت عامله قدامك 24 بفضل الله. نطمن على اجابتنا، الحمد لله اجابتنا دقيقه جدا وبانجاز جدا وباسلوب شيق جدا الحمد لله. تعالى معايا من هنا، ادي الكلمه اللي عندنا الحمد لله من رقمين مختلفين، السؤال كان فيه كذا حاجه. احنا من هنا في السؤال 2 3 4 5 7، احنا كنا في السؤال الاخير مساله 7 مكرره، فما حبيناش ان احنا نحطها في الحصه ولا اي مشكله. نبدا مع بعض نخش في شويه اختيارات، كلامها حلو ان شاء الله. اذا كان 5 لام ر يساوي 6، فان قيمه الره بكام؟ تقول لي يا استاذ ثانيه واحده، انت عشان تجيب قيمه الره دي اعتقد فيها غلط، لان استحاله حصل ضرب 5 في كذا حاجه يديك 6، استحاله استحاله. 60 طبعا، دي 60 كده كده المساله مقبوله. 5 لام ر ب 60، طب ثانيه واحده، ما انا اقدر اقول ان 5 لام ر بتساوي، نمسك كده الخمسة، ما هي الخمسة هي طرف الخيط، نقص 1 4 نقص 1 3، طب ما هم دول عملوا 60، انا قعدت نقص لحد ما قرب من حصل الضرب اللي اسمه 60، 5 في 4 ب 20 في 3 60، يبقى معنى كده قيمة الره ب 3. ليه؟ لأن ثلاث العناصر بقوا 3، مرونة وإيد بقت ماشية في الحلول، والكلام اتكلمناه كتير والشخصية وبنهز فيها عشان نأهلك للسنة الجاية. خلي ايدك شغاله وايدك مش هتشتغل غير بحل كتير وعرق ومجهود وتحمر وتقطع ورق. والله لو ما عملت كده انت ما بتذاكر رياضه، والله لو ما عملت كده انت ما بتذاكر لحد ما تقابل في السنتر، وخليك تعمل كده غصب عنك. بس هو ده الوضع اللي احنا فيه دلوقتي، اجمدوا. انا باهلكم عشان لما نشوف بعض على خير السنه الجايه نبقى مبسوطين من بعض، نبقى احنا خلاص فهمنا بعض واتدحرجنا مع بعض زي الفل. نبص على الحته الجايه ونشوف ان شاء الله اخبارها ايه. نون لام 2 يمكن ان يساوي، يعني ايه نون لام 2؟ كلمة نون لام 2 يعني نون في نون ناقص واحد، يعني عددين متتاليين فرقهم واحد. هل في عددين حصل ضربهم يديك 10؟ 10 دي مش مالهاش غير 5 في 2. 15 مالهاش غير 5 في 3. 20 5 في 4. يبقى بالفعل الكلام ده ممكن ان هو يساوي 20 زي ما حضرتك شفته والحمد لله. ادي الوضع، ادي البساطة، يلا بينا نخش على الحتة اللي جاية ونشوف وضعها بالنسبة لنا ايه. بقول لك عدد الأزواج المرتبة اللي هي أ و ب التي يمكن تكوينها من عناصر المجموعة، ثانية واحدة. الزوج المرتب ده أنا عشان أملاه بملى السينات وبعدين بملى الصادات. السينات هو قال لك إن الألف لا تساوي ب، يعني ما ينفعش أكرر، ما ينفعش أقول 2 و2، ما ينفعش أقول 3 و3، يبقى معنى كده لو هملى ده قدامي ثلاث حاجات أملاها بيه، صح؟ لو هملى ده انا ما قلت مختلفه، الف لا يساوي ب، يبقى قدامي حاجتين بس، لان انت لو خدت حاجه هنا ما تكررهاش هنا، يبقى ده ثلاث طرق، ده طريقتين، يبقى 3 في 2، لان عدد طرق اجراء عمليتين معا هو مين في نون في ه في واو في دال في كله كلام، يبقى 3 في 2، يبقى الكلام اللي عندك بقى عامل كام؟ بقى عامل 6، زي ما حضرتك الحمد لله ظبطت السؤال بتاعك. يلا بينا يا اولاد نخش على الحته اللي جايه ونشوف اخبارها معانا ايه. لجنه مؤلفه من 12 عضو، بكم طريقة يمكن بها اختيار رئيس ونائب هذه اللجنة؟ طب هو ينفع الرئيس يبقى هو النائب؟ أكيد لا، يعني الرئيس رئيس والنائب نائب، ده واحد وده واحد تاني. طب أنا عندي 12 بني آدم، أدي 3 6 9 12، عشان أختار رئيس يبقى أنا عشان أختار رئيس قدامي 12 اختيار أخليهم رئيس. طب عشان أخد نائب خدت الرئيس ده خلاص، يبقى بقى فاضل لي 11 بني ادم ممكن يبقوا نائب، يبقى معنى كده عدد طرق اختيار النائب 11. 12 في 11 يبقى كلامك بقى عامل 132. شفنا البساطه؟ يلا بينا نخش على الحته اللي وراها ونشوف اخبارها معنا ايه. بص لها، عدد طرق ترتيب حروف كلمه سجاد ولا اي حاجه. سجاد ديت سين وجيم والف ودال، انا غلطان؟ يبقى دول اربعه، عدد طرق الترتيب يبقى كاني من هنا برتب أربع عناصر. ثانية يا أستاذ، ما أنت عشان ترتبهم عشان تحط الحرف الأول قدامك أربع اختيارات تختار منهم، يبقى طرق ترتيب الحرف الأول أربع طرق. طب أنا خدت منهم حرف حطيته في الأول اللي هو سين، حطيت من هنا السين صح؟ فاضل لي من هنا عشان أملاها ثلاث حروف، هحط الجيم يبقى آدي الثلاث حروف، بعد كده هحط الألف يبقى كده حرفين، لأن أنا بختار من الألف والدال، لأن أنا ممكن أعملها سج سين جيم دال ألف، مش عارف أنطقها حتى. يبقى عشان احط الحرف الاخير بقى قدامي واحد، يبقى 4 في 3 في 2 في 1، كان عندك اربع حروف. بقول لك رتب كلمه سجاد، اول اختيار قدامي اربع اختيارات، خدت واحد حطيته في الاول، فاضل لي 3، خدت حطيته، فاضل لي 2 حطيته، خدت واحد اخر واحد يخش، يبقى 4 في 3 في 2 في 1، يبقى الكلام اللي عندنا بقى عامل كام؟ بقى عامل 24 باعتبار ان هي 4 في 6، زي ما انت الحمد لله ظبطت سؤالك. هادين كويسين شطار، يا رب تبقوا راضيين. تعالوا معايا يا حبايبي نبص على الحته اللي جايه سوا.
بقول لك عدد طرق تكوين رقم فردي. سؤال خبيث. العدد مكون من 3 ارقام، بس انا اتفقت معاك اتفاق، حقق له شرطه وبعد كده خد راحتك. لما حقق له شرطه يبقى العدد الفردي ده ملوش من هنا غير يا اما 3 يا اما 5، يبقى انا عندي هنا طريقتين بس. خدت مثلا 3 يبقى فاضل لي هنا 5 و4 عددين. خدت هنا مثلا 4 يبقى فاضل لي هنا 5 عدد واحد. 2 في 2 في 1 يبقى الكلام اللي عندنا بقى عامل كام؟ بقى عامل 4 زي ما انت الحمد لله شفت. اي صعوبه؟ كله جميل؟ يلا بينا نبص على الحته اللي جايه. يلا اطمن اطمن وبص لها. اه دي عسل دي. نون تربيع زائد 3 نون زائد 2 في مضروب النون، ده بيساوي مضروب الكام؟ ثانيه يا استاذ، ما هي دي انا اقدر احللها. نون زائد 2 في نون زائد 1 في مضروب النون، ده بيساوي مضروب ايه؟ استاذ انت لعبت معانا دي النهارده كتير، ده وده فرقهم واحد، يبقى ده يخش جوه، يبقى بقى مضروب نون زائد 1، وبره عندك من هنا نون زائد 2. نون زائد 2 ونون زائد 1 فرقهم واحد، يبقى ده يخش جوه، يبقى كانه بقى مضروب نون زائد 2. يبقى الكلام ده بقى عباره عن مضروب النون زائد 2 زي ما حضرتك الحمد لله شفت. كله تمام؟ يلا بينا نخش على الحته اللي جايه ونشوف ان شاء الله اكبرها ايه. بقول لك من هنا اذا كانت س حيث ان س تنتمي لط وس اكبر من او يساوي الواحد، يعني واحد لحد الخمسه 2 3 4 5 اقف. ص زوج مرتب، يعني هاخد حاجتين. ثانيه واحده يا استاذ، الحاجتين اللي انت ناوي تاخدهم دول بتاخدهم من ايه؟ باخدهم من س ومش زي بعض. يعني انا عشان اخد الالف قدامي 5 طرق اكون بيها الالف، يبقى عدد طرق تكوين الالف 5، وهم مش زي بعض، يبقى بقى فاضل لي 4 طرق اكون الب، 5 طرق للالف 4 طرق للب، العمليتين معا يبقى 5 في 4، يبقى كلامنا بقى عباره عن 20. هل فيها صعوبه؟ انا شايف ان الدنيا عسل، واللي فاهم الحصه دي كسب مكسب كبير قوي للسنه الجايه. الباب الاول جبر السنه الجايه تبديل وتوافيق ومبدا العدد. لو انت تاسست صح انا بقول لك من هنا انت ضامن ربع الجبر السنه الجايه. الجبر السنه الجايه 4 ابواب، تبديل وتوافيق ومسائل لفظيه، نظريه ذات الحدين، الاعداد المركبه والاوميجا ونظريه دي موافر، الباب الاخير محاضرات ومواصفات. لو انت فهمت ده انت ضمنت ربع جبرك السنه الجايه. شد حيلك، الدنيا في ايدك لو انت عملت اللي عليك. تعالى معايا نبص مع بعضنا على الحته اللي جايه. اذا كان نون لام 5، ده انا شرحتها لك النهارده بقى، وكنت بقول لك كلمه ان نون لام نون هي هي نون لام نون ناقص 1، ايوه كده، يبقى 5، يبقى دي 5 ناقص 1 ب 4، يبقى كان النون دي بقت كام؟ بقت ب 5، لان 5 لام 5 هي 5 لام 4 زي ما انت شفت الحمد لله. يلا بينا نخش الحته اللي جايه ونشوف اخبارها ايه. يلا يا اللي جاي. اذا كان 7 لام س يساوي مضروب ال7، ثانيه واحده، هو مضروب ال7 ده يعني كام؟ يعني 7 في 6 في 5 في 4 في 3 في 2 في 1. ومن هنا انا عشان اقول 7 لام س يبقى يا اما اقول 7 لام 7، 1 2 3 4 5 6 7، يبقى فعلا الس ب 7 كله هيختار دي. بس ثانيه، لو انا قلت 7 لام 6، طب ما انا بكتب ال7 وبكتب ال6 وبكتب ال5 وبكتب ال4 وبكتب ال3 وبكتب ال2 وما كتبتش الواحد، ولا يفرق. ينفع س ب 6 ينفع س ب 7، يبقى اجابتك بقت كام؟ 6 او 7 زي ما حضرتك الحمد لله شفت. 10 10. يلا بينا الحته اللي وراها ونشوف ان شاء الله اخبارها ايه. بقول لك اذا كان نون زائد 1 كمضروب يساوي 30 فمضروب نون ناقص 1، العب العيال ده. طب ما انت تقدر تقسم الطرفين على مضروب النون ناقص الواحد، يبقى كلامنا بيساوي 30. كبير وصغير، خلي الكبير شبه الصغير. طلع النون زائد 1 بره، تلعب بره، حاضر. طلع كمان النون، طلعت النون، فضلك جوه نون ناقص 1 على مضروب النون ناقص 1، كلامنا بيساوي 30. تريك تريك، يبقى معنى كده نون زائد 1 في مضروب النون كلامنا بيساوي 30 اللي هي 6 في 5، مش 5 في 6، 6 في 5، ادي 6 في 5، يبقى قيمة النون 5 و5 و1 يديك 6، يبقى قيمة النون عاملة 5، تجلي على الخمسة، تختار الخمسة، كلامك إن شاء الله 10 10. رجالة حلوين يا بنات، يلا بينا نبص على الحتة اللي جاية، يلا بينا، بص لها. إذا كان س زائد 2 لام 3 يساوي 12، مين الأعداد اللي حصل ضربهم هم التلاتة يديك 12؟ ثانية يا أستاذ، ما هو 3 في 2 في 1، لا 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 دي مش 12 بس، دي 12 س، أنا آسف، دي 12 س عيني راحت عليها غلط. س زائد 2 لام 3 فكها لي يا أستاذ، طرف الخيط س زائد 2 نقص 1، يبقى س زائد 1،
نقص واحد يبقى سين يساوي من هنا 12 سين. السين رايحة مع السين. عددين ورا بعض ضربهم 12، 4 في 3 يبقى دي 4 ودي من هنا 3 يبقى السين ب 2. 2 و2 تديك الأربعة، 2 و1 تديك الثلاثة، يبقى أدي السين ب 2. مبروك عليك، مبروك عليك، مبروك عليك. يا رب تبقى انبسطت، يا رب تبقى زي الفل، ويا رب نبقى بنأسس صح للسنة الجاية. أول حاجة نتكلم عنها إيه هو كلمة التوفيق؟ يعني إيه تعريف التوفيق؟ أولاً التوفيق بيرمز لها بالرمز نون قاف ر. نون قاف ر. نون قاف ر بعكس التباديل اللي كانت نون لام ر. ومش بس كده، الزرار بتاعها على الآلة هتلاقيه علامة العلم، هتلاقي مكتوب عليها ان سي ار، يعني نون قاف ر. عايز اكتب مثلا 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 10 قاف 3، هكتب من هنا 10 ان سي ار، هتكتب لك سي وبعد كده هتكتب 3، ديت هي 10 قاف 3. دي بتيجي من خلال ايه؟ بتيجي من خلال زرار شيفت، وتقوم بعد كده بتقوم دايس كلمه على زي ما انت شفت، فبتكتب من هنا 10 سي 3 اللي هي 10 قاف 3. دي كلمه التوفيق عايزين نتعامل معاها. انا كنت ممهد لك التعريف بتاعها من حصه المره اللي فاتت. في التباديل كنت بقول لك هي عدد الترتيبات، حتى بالاماره قمت ماسك لك في نفس الموقف ومسكت لك الثلاث اقلام دول، قلت لك هاخد القلم الاول، هاخد القلم الثاني، هاخد القلم الثالث، ترتيب ترتيب واحد واحد. انما النهارده في التوفيق بص بص لوكش على بعضهم، هجبشهم كلهم على بعضهم. يبقى اذا التوفيق بقت عدد مجموعات، وهي دي الكلمه الفاصله في حصتنا النهارده. رايح اكلمك في التوفيق اكلمك ازاي؟ بقول لك من هنا هي، خلي بالك مني بقى، عدد المجموعات التي يمكن تكوينها، خلي بالك مني بقى، من ر، من الأشياء المختارة من نون، من الأشياء. يعني بالبلدي كده حضرتك بقى عندك سلة كبيرة، نركز مع بعض ونعلى. السلة الكبيرة دي مثلا يا ولادي يا حبايبي فيها 10 كرات. أنا قلت لك خد لي 3 كرات بمعلومية التباديل. بمعلومية التباديل يعني هاخد كرة أولى وبعدين هاخد كرة تانية وبعدين هاخد كرة تالتة. كده أنا شغال تباديل. طب لو قلت لك خدها بمعلومية التوافيق، ده أبسط مثال يوضحها لك. هقوم مادد إيدي واخد الثلاث كرات. خدتهم مع بعضهم على انهم مجموعه، مجموعه، يبقى انت كده بتتعامل مع كلمه توفيق. خدتهم على انهم ترتيب ترتيب او عنصر عنصر، يبقى انت كده بتتعامل معاهم على انهم تباديل. افهم الفرق ما بينهم. التباديل يعني ايه يا استاذ؟ كلمه تباديل يعني هتعامل مع العناصر على انها ترتيبات. هاخد الاول، هاخد الثاني، هاخد الثالث. كده انا اتعاملت مع العناصر على انها ترتيبات. طب يعني ايه توفيق؟ لا، توفيق هتعامل مع العناصر على انها مجموعات، لوكشه واحده على بعضها، مجموعه كامله على بعضها، يبقى انا كده بتعامل مع توفيق. فالتوفيق انا بتعامل مع مجموعه كامله على بعضها، التباديل انا بتعامل مع عنصر عنصر زي ما حضرتك شفت. وكالعاده ما ينفعش اخد كرتين ونص، ما ينفعش اخد 3 كرات ونص، وكالعاده هتفضل الر هي الحاجات اللي انت بتاخدها، نون هو الحيز الكبير اللي انت بتتعامل معاه، وهيفضل برضو اسمهم علم، وهيفضل برضو اسمهم دليل، مفيش اي تغيير في الحاجات دي، وهيفضلوا مستمتعين بنفس الخواص اللي كانوا بيستمتعوا بيها، ان الر اصغر من او تساوي نون، واكبر من او تساوي صفر زي ما حضرتك شفت. في كلمه عاليه قوي بقى لما اكلمك فيها، لو جيت قلت لك فرق لي ما بين 10 لام 2 و10 قاف 2، تعرف تفرق ما بينهم؟ اه، يلا اعرفهم. هنا ركزوا معايا الحته دي مهمه قوي يا حبايبي. هنا لما اجي اعرفها هي عدد الترتيبات الثنائيه، ترتيبات المختاره من 10 اشياء. انما هنا هي عدد المجموعات، بصوا المجموعات الثنائيه المختاره من 10 اشياء. كده كده انت عندك الباسكت اللي هو السله، كده كده في 10 كور، هاخد منه 2، كده كده انا هاخد 2. هتاخدهم ازاي؟ هاخد واحده وبعدين هاخد الثانيه، يبقى انت 10 لام 2. هتمد ايدك تاخد الاثنين على بعضهم، يبقى انت 10 قاف 2. وعلى فكره الناتج بتاع دي غير الناتج بتاع دي، واحتمالات دي غير احتمالات دي، وعدد طرق اخذ الكرات في الاولى غير عدد طرق اخذ الكرات في الثانيه. فانت لازم تبقى معتمد اعتماد تام
انك تبقى فاهم يعني ايه تبديل وتوفيق. لازم تبقى فاهم ان التبديل ترتيبه. بص انت عامل ازاي، عنصر 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 عنصر، انما التوفيق مجموعات. احفظني بالمنظر ده، توفيق مجموعات لوكش على بعضها، تبديل عنصر عنصر. زي بالظبط لما قلت لكم الحصه اللي فاتت، انا هكلم مثلا ثلاثه حبايبي منكم، هكلمكم واحد واحد ولا هكلمكم انتوا الثلاثه مع بعض؟ لو انتوا الثلاثه مع بعض كلامي موجه ليكم انتوا الثلاثه، يبقى ساعتها انا بتعامل معاكم على انكم مجموعه. لو عنصر عنصر يبقى بتعامل معاكم على انكم ترتيبات. زي ما حضراتكم الحمد لله شفتوا الوضع اللي عندنا، كانت بدنيتها واضحه. تعال بقى نبدا ندوس اكتر، نبدا ناخد القوانين. واسمح لي اعمل معاك حركه حلوه جدا في كلمه القوانين. القوانين مكتوبين عندك في المذكره 1 2 3 4 5. انا هبدا بثلاثه لان هو انا شايف ان هو اللي بيمهد لواحد واثنين مش العكس، فسيبني استمتع معاك بالترتيب اللي انا حطه والاخراج اللي انا عامله للحصه. اول قانون هتكلم مع حضرتك فيه اسمه قانون العلاقه. العلاقه بين ايه وايه يا استاذ؟ العلاقه ما بين التوافيق والتباديل. طب العلاقه ديت يا استاذ هتتم ازاي؟ هتتعامل ازاي؟ كيفيه تكوين العلاقه ما بينهم؟ قال لك بص، لازم تبقى فاهم ان نون قاف ر يساوي نون لام ر على مضروب الراء. كمان مره، نون قاف ر تساوي نون لام ر على مضروب الراء. كمان مره، احفظ، نون قاف ر تساوي نون لام ر على مضروب الراء. كمان مره، احفظ، نون قاف ر تساوي نون لام ر على مضروب الراء. وعشان كده دايما قيمه التوفيق، اسمعوا الحته دي، دايما قيمه التوفيق قليله، اقل من او تساوي قيمه التبديل. ليه؟ لانك محتاج تمسك التبديل تقسمه على حاجه اللي هو مضروب الراء ويديك التوفيق. طب يا استاذ افرض الراء دي كانت بصفر او كانت بواحد، لو كانت بصفر او بواحد كانك بتقسم ده على واحد، يبقى ده بيساوي ده، لان انتوا طبعا عارفين ان مضروب الصفر بواحد ومضروب الواحد هو كمان بكام؟ بواحد. فكانك لو بتقسم على واحد يبقى ده بيساوي ده. فعشان كده كلمه اليساوي دي انا حاططها، ده كلام فني جدا على فكره، والله العظيم كلام عالي جدا. كلمه اليساوي دي حاططها لك عند الراء بصفر او بواحد. لو الراء اللي هو الدليل كان بصفر او بواحد يبقى التبديل يساوي التوفيق. فيما عدا ذلك دايما، بص بص، فيما عدا ذلك عند اي دليل تاني، عند اي راء تانيه، دايما التوفيق اصغر من التبديل. تمام؟ طب انت بدات لنا بالعلاقه وفهمتنا ان نون قاف ر تساوي نون لام ر على مضروب الراء، حصل ولا لا؟ بص لي بقى الحته الجايه. لو جيت لك اكلمك في الجمله الثانيه اللي هي قانون المفكوك، انتوا هتنبسطوا مني قوي دلوقتي وهتفهموا غرضي ان انا ابدا بالعلاقه. المفكوك يعني ايه؟ خدنا اللفظ ده الحصه اللي فاتت، كلمه المفكوك لما كنا بنمسك الحاجه اللي عندنا نفكها، لما تبقى الراء معلومه وصغيره، حصل ولا ما حصلش؟ فبكرر تاني، لما تبقى قيمه الراء معلومه وكمان صغيره انا اقدر الجا للمفكوك. طب المفكوك هفك ازاي؟ انا مش هخترع، انا مش هخترع ومش هحفظك، انا عايزك تفك لي ده وده. بجد يا استاذ؟ يعني انا لو فكيت قانون العلاقه هبقى عرفت افك التوافيق؟ اه والله يا حبايبي. العلاقه بتفك ازاي؟ سيبك من العلاقه والتوافيق والمفكوك والكلام المعفن ده. نون لام ر خدنا مفكوكها الحصه اللي فاتت، كنت بقول لك طرف الخيط نون، انقص واحد نون ناقص واحد، انقص واحد انقص لحد ما اوصل لنون ناقص الراء زائد الواحد، يبقى البسط مفكوك النون لام ر. والله العظيم نفسي اعمل سهم كده عشان اقول لك ان ده مفكوك النون لام ر، بس خايف ابوظ السبوره ان انا محتاجها في حاجات ثانيه. يبقى البسط نون لام ر، يبقى مفكوك البسط هنا نون لام ر، نون في نون ناقص واحد، في نون ناقص اثنين، في نون ناقص ثلاثه، في نون ناقص اربعه، لحد ما توصل للاخر لمين؟ لنون ناقص الراء زائد واحد. طب المقام يا ولا ولا، ده مضروب، المضروب حبيبنا، لما كنا بنبدا بالعدد ونفضل ناقص 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 لحد ما نوصل لكام؟ لواحد. يبقى معنى كده المقام ر في ر ناقص واحد في 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 لحد ما اوصل للواحد في الاخر. انتوا فكيتوا التوفيق؟ انتوا فكيتوا التوفيق. فكيناها منين؟ ان احنا فهمنا كلمه العلاقه. فعشان كده انا وجهه نظري ما كانش ينفع اشرح لكم العلاقه بعد المفكوك وبعد المضاريب، ده حتى المضاريب انا هعملها بنفس الطريقه. فالموضوع بفهم، بذكاء، بحسن اخراج، هفهمك الموضوع باسهل الطرق. يبقى نون قاف ر، يلا بينا نراجع علاقه، والله اهم قانون فيهم. العلاقه نون قاف ر بتساوي ايه يا اولاد؟ نون لام ر على مضروب الراء. كمان مره، العلاقه نون قاف ر بتساوي ايه؟ نون لام ر على مضروب الراء. كمان مره، العلاقه بتساوي ايه؟ نون قاف ر بتساوي نون لام ر على مضروب الراء. المفكوك نون قاف ر، عايز تفكها؟
في البسط فك لي نون لام را، نون في نون ناقص واحد في نون ناقص اثنين، في المقام فك لي مضروب الراء. عشان كده لو جيت قلت لك مثلا 9 قاف 3 فكها لي، اما هاجي هفكها في البسط كاني بفك 9 لام 3، و9 لام 3 يعني 9 في 8 في 7، احنا حلينا وفهمنا. في المقام مضروب ال 3 يعني 3 في 2 في 1، ده من هنا 3 هتروح مع دي من هنا تبقى 3، دي من هنا 2 تروح مع دي تبقى 2، 3 في 4 ب 12، 12 في 7 يبقى كلامنا من هنا 84. زي ما حضراتكم الحمد لله شفتوا الدنيا اللي عندنا، ادي المفكوك يا عم بتاع التوافير. يلا بينا نخش على القانون الثالث، وبكلمك من هنا في القانون رقم 3 اللي هو قانون المضاريب. انا مش هخترع، مش هخترع والله، ولا هقول حاجه من عندي، ده انا همشي ورا العلاقه، والله العلاقه هي اللي ماشياني. نون قفره عايز احولها لمضاريب، ممكن اكتب لك العلاقه كمان مره بس بشكل مختلف. ممكن فاكرين اما كنت بقول لكم عشان نشوف كويس في درس النهايات تحديدا في الترم الاول ممكن افصص ده وده؟ يعني ايه تفصصهم يا استاذ؟ بص يا سيدي، يعني نون لام را هي على مضروب الراء، كاني بقول لك في واحد على مضروب الراء. حد زعلان مني في حاجه؟ لا تمام. المضاريب كنا بنعملها امتى؟ كنا بنعملها لما يكون الدليل اللي عندنا اللي هو الراء مجهول او كبير. يبقى معنى كده هنستخدمها لما تكون الراء قيمتها مجهوله او قيمتها كبيره، صح ولا غلط؟ طيب انا عايز افك ده لمضاريب يا استاذ، ما احنا عارفينها، خدناها حصه المره اللي فاتت. نون لام را لما كنا بنحولها لمضاريب كنا بنقول مضروب النون على مضروب النون ناقص را، تمام الله ينور. يلا لو سمحت كده، يلا لو سمحت كده قول لي مضروب النون على مضروب النون ناقص الراء. ايه ده يا استاذ؟ انت خلصتها يا استاذ. عشان كده نون قاف را هتبقى بتساوي مضروب العلم على مضروب الدليل في مضروب العلم ناقص الدليل. الله اكبر على العلاقه. يبقى هي دي اللي ظبطت لنا الاداء، هي دي اللي فهمتنا كل حاجه. يبقى من هنا هوعلك انا خالص اهو يا عم ما تشتمش. نون قفره مضاربها ايه؟ مضروب النون على مضروب الراء في مضروب النون ناقص الراء. كمان مره، نون قفره مضاربها ايه؟ مضروب النون على مضروب الراء في مضروب النون ناقص الراء. يلا كمان مره، نون قفره مضاربها ايه؟ مضروب النون على مضروب الراء في مضروب النون ناقص الراء. طب نون قافره مفكوكها ايه؟ في البسط نون لام را، في المقام مضروب الراء. نون قافره مفكوكها ايه؟ في البسط نون لام را، في المقام مضروب الراء. يبقى عرفنا نفكها، عرفنا نحولها لمضاريب، ومش بفضل حاجه فينا، ولا ذكاء ولا اجتهاد ولا حسن اثبات ولا حسن صياغه ولا اي حاجه. هي العلاقه. هي العلاقه اللي فهمتك كل اللي ممكن تفهمه. ادي ثلاث قوانين، ما فاضلكش غير قانونين. القانونين اهبل من بعضهم. نبداهم، توكل على الله، واكلمك من هنا في الجمله رقم 4 الا وهي قانون التبسيط. يعني ايه قانون التبسيط؟ بص لي يا سيدي، لو انا، ركزوا معايا يا حبايبي لان ده اللي هيفهمكم الحته بتاعه التبسيط. لو انا مثلا يا اولاد قدامي 10 طلبه، ال 10 طلبه دول فيهم 8 جايبين 30 من 30 وفيهم 2 جايبين 28 من 30، انا بتعامل مع الناس الممتازه بس. ماشي. الثمانيه اللي جايبين 30 من 30 والاثنين اللي جايبين 29 من 30، انا حبيت كده اخش اتكلم معاهم افرزهم. قلت لهم انا عايز افصلكم عن بعض. طلعوا لي الثمانيه اللي جايبين 30 من 30. هيطلع واحد جايب 30 من 30، والثاني جايب 30 من 30، والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن. ولد كده من العيال الذكيه اللي قاعده قدامي يقول لي يا استاذ انت غبي. اقول له انا بتشتم استاذك؟ اقول له اه يا استاذ انت غبي. انت ايه اللي يخليك تطلع الثمانيه اللي جايبين 30 من 30 وهم كلهم 10 وانت كان في ايدك تفصلهم ان انت بدل ما تطلع الثمانيه تطلع اثنين بس؟ ههرش كده واقول له تصدق لا والله انت ذكي، انت عندك حق، انا اللي غبي فعلا. يبقى انت لو عندك 10 فيهم 8 وفيهم 2 عشان تفصلهم من بعض، بدل ما تاخد الثمانيه طلع الاثنين وكده كده اتفصلوا. عملت نفس الهدف بطريقة أسهل. ومن هنا هو ده قانون التبسيط. من اسمه البساطة حلوة، من اسمه البساطة حلوة، بيبسط الموضوع إزاي؟ قال لك إن لو قيمة الراء أكبر من النص نون، ساعتها بقى نون قاف نون ناقص راء هو هو نون قاف راء. إحنا مش فاهمين حاجة. تعالى، لو 10 قاف 8، التمانية الشطار من العشر طلبة هي هي 10 قاف 10 ناقص 8 تديك 2، نفس الناتج. اكتبها على الآلة، اكتب 10
ان سي ار 8 وطلع الناتج، اكتب 10 ان سي ار 2 وطلع الناتج، هتلاقي الناتج ده هو هو الناتج ده، عشان كده اسمه قانون التبسيط. عمل نفس اللي هو عايزه بس بطريقه اسهل. طب يا استاذ لو سمحت ليه نعتاب عليه؟ انت ليه مش حاطط يساوي؟ اصلا لو حطيت يساوي ابقى غبي بقى، اصل ال10 قاف 5 ما هي ال10 قاف 5. لو انا عندي 5 شطار و5 مش شطار، ما انا سواء طلعت الخمسه الشطار طلعت الخمسه اللي مش شطار، انا عملت نفس اللي عملته في المرتين، ما فيهاش بقى ذكاء وغباء لان كده كده احنا بقينا في النص. فديت لا تبسط، ديت لا تبسط. اذا كانت الراء تساوي نصف قيمه النون فهي لا تبسط، اذا كانت الراء تساوي نصف قيمه النون فهي لا تبسط. امتى بيتم التبسيط؟ لو الراء اكبر من النص نون. عايزك تلعب معايا بقى، لو قلت لك 20 قاف 18 يبقى على طول من غير تفكير 20 قاف 2. المنظر ده يا بلاش قرف، يا مش بشوفه، مش عايز اشوفه. لو قلت لك مثلا 30 قاف مثلا 25، يا مش عايز اشوفه، يبقى 30 قاف 5. استاذ انت بتحسبها بسرعه ازاي؟ بحسب بسرعه يا عبيط، ده ناقص ده خلصنا، نفس الكلام ده ناقص ده خلصنا. يبقى معنى كده قانون التبسيط بيجبرك على ايه؟ بيجبرك بدل ما تتعامل مع حاجه طعمها وحش، حاجه حجمها كبير انت بتبسطها لقيم صغيره تعرف تتعامل معاها. هل فيها اي صعوبه؟ ادي الدنيا، ادي الوضوح، ادي الجمال، ادي الشياكه. نيجي للقانون الاخير عندنا الا وهو قانون المعادله. في الجمله رقم 5 انا رايح اكلم حضرتك من هنا في قانون المعادله. هتكلمنا ازاي في قانون المعادله ده؟ بص يا سيدي، لو جيت قلت لك نون قاف ر يساوي نون قاف ه، ساعتها حضرتك بقى عندك احتمال من اتنين. ايه هو الاحتمال الاول؟ ان العلم يساوي العلم فيبقى الدليل بيساوي الدليل، العلم يساوي العلم، اذا الدليل يساوي الدليل. بمثلا 10 قاف 3 هي 10 قاف 3. اه ما هو طالما ده بيساوي ده يبقى ده هو ده، خلاص ايه المشكله؟ طب لو شلت لك الثلاثة دي وقلت لك بقول لك والنبي قول لي الراحة هتبقى بكام؟ طب ما 10 قاف 3 وانا 10، قال يعني 10 قاف كام؟ هتبقى هي 10 قاف 3، لما الراحة تبقى 3 يبقى الراحة تساوي هي، يبقى الدليل يساوي الدليل بمنتهى البساطة. أو إن يبقى الراحة زائد الهي يساوي نون. وعلى فكرة بقى ده الحتة دي الناس الذكية اللي قاعدة دلوقتي عينيها لمعت كده وبتخرج كده، ده قانون التبسيط. ليه يا ولا انت وهو؟ لان انت لو قلت 10 قاف 7 هي 10 قاف 3، ساعتها ر اللي هو الدليل الاول زائد اله اللي هو الدليل الثاني يساوي العلم. فانت عندك 10 قاف 7 هي 10 قاف 3 او 10 قاف 3 هي 10 قاف 3، دول الحالتين يا اما الر تساوي اله يا اما الر زائد اله يساوي النون. وصلت؟ يبقى من هنا عندك قانون المعادلة، يا إما ر تساوي ه يا إما الر زائد اله تساوي النون. لو سمحتم، إذا سمحتم بعد إذنكم عشان خاطري أمانة قدام ربنا، العشر دقايق شرح دول عيدهم تاني عشان خاطري، إحنا داخلين على مسائل والمسائل عايزة منك تبقى صامم القوانين. أنا بكلمك بأمانة، المسائل عايزاك تبقى صامم القوانين. العشر دقايق اللي فاتوا عدهم مرة واثنين وثلاثة وعشرة وما تخشيش المسائل غير وانت حافظهم. اتفقنا؟ نبدأ نحل مسائل. انا خلصت استعرضت معاك كل القوانين، استعرضت معاك العلاقة وبعدين المفكوك وبعدين المضاريب وبعدين خدنا كلمة التبسيط وبعدين خدنا في الاخر قانون المعادلة. كل حاجة الحمد لله اخدت حقها وزيادة، بس لو سمحت الله يخليك ما تهملش الحبة اللي فاتوا. الحبة اللي فاتوا هم حصتك، هم 80% من قوام الحصة، فضل لك ال 20% بتاعت الافكار. المسائل هحل لك حوالي كام؟ 30 مساله، في منهم مسائل كتير انا باكد على حفظ القوانين من خلالهم، وفي مسائل فنيه ما انكرش ده، بس انا عايزك في الاول تبقى اساسك كويس، بعد كده نعلى مع بعض بالفنيه. ماشي يا حبايبي، يلا بينا نبدا نتكلم مع بعض في اول سؤال ونشوف اخباره ايه. المسائل هتلاقي مساله ما بتاخدش دقيقتين بقى ان شاء الله. بقول لك ميم قاف ميم ناقص 4 يساوي 35، ثانيه واحده. الكلمه دي كلمة انت لسه مكلمنا فيها، عشان كده لسه بقولك اكد على نفسك فيها. كنت بقولك من هنا في قانون التبسيط، هو فين هو فين هو فين؟ اهو نون قاف نون ناقص ر يساوي نون قاف ر، نون قاف نون ناقص ر يساوي نون قاف ر.
ده معناه من هنا ان انت لو قلت لي ميم قاف ميم ناقص 4 نون قاف نون ناقص 4 هي هي ميم قاف 4. انا عارف ان من اول سؤال في ناس مش عارفه انا هستخدم قانون ايه وما تفكرش وبكرر لك الكلمه القاسيه كالعاده، مش هيجي يطبطب عليك يقول لك خلي بالك انت هتستخدم قانون كذا، بدماغك بمخك لازم تبقى انت اللي سريع كفايه. يبقى من هنا ميم قاف ميم ناقص 4 هي هي ميم قاف 4، يبقى من هنا بقت الميم قاف 4 تساوي 35. ال 35 دي لازم اشوفها كام؟ قاف 4 يديني 35. جرب على الاله، اكتب 5 قاف 4 6 قاف 4 7 قاف 4 8 قاف 4 وجرب على الاله. من هنا لما هنجرب على الهتنا الجميله هنلاقي ان 7 قاف 4 ب 35 يبقى ادي 7 قاف 4 ب 35. وبما ان الدليل يساوي الدليل اذا العلم يساوي العلم، اذا قيمه الميم بتساوي 7 زي ما حضرتك شفت. الحته الثانيه، واذا كان نون قاف ميم يساوي نون قاف ميم زائد 1 فما هي قيمه نون؟ بالراحه ما هي الميم عندي ب 7، يعني نون قاف 7 تساوي نون قاف ميم زائد 1 يعني 7 زائد 1 يعني 8. يبقى انا من هنا في قانون المعادله، يا اما السبعه تساوي 8. طب ده برضه الكلام ناس عليه، هو في حاجه اسمها 7 تساوي 8؟ مرفوض طبعا، عادي يترفض. وعلى فكره ممكن ده يتقبل وممكن ده يترفض وممكن الاثنين يتقبلوا، بس استحاله الاثنين يترفضوا. اكتبوها في المذكره عندكم، ممكن الاثنين يتقبلوا بس استحاله الاثنين يترفضوا. واحد واحد انا مش زعلان. يبقى معنى كده ان 7 زائد 8 تديني النون، يعني معنى كده ان قيمه النون اللي عندي بقت بتساوي 15. ولو بصيته ده في جواره قانون التبسيط اللي هو 15 قاف 8 تبسطها 15 قاف 7 زي ما حضراتكم الحمد لله شفتوا الدنيا اللي عندنا. واضحه يا اولادي؟ سهله ان شاء الله، جميله بعون الله. يلا بينا نبص مع بعضنا على الحته اللي جايه ونشوف باذن الله هيكون اخبارها معنا. نبص للسؤال، بقول لك اذا كان 28 قاف ر يساوي 28 قاف 2 ر ناقص 47. اقف يا استاذ، ما هو برضه انت بتعيد نفس الكره، يا اما الدليل يساوي الدليل يا اما الر تساوي 2 ر ناقص 47. ثانيه واحده، ودي ال 2 ر، يبقى معنى كده على طول ان بقت سالب 2 ر زائد الر يساوي سالب 47، يعني معنى كده ان سالب الر بسالب 47 يعني الراء ب 47. منطقيا هي مقبوله بس ما ينفعش ان النون ب 28 فدي مرفوضه، لان لازم الراء تبقى اصغر من او تساوي مين؟ النون، ما ينفعش الراء تعدي النون. يبقى الحل الثاني ان الراء اللي هو الدليل الاول زائد اله اللي هو الدليل الثاني يبقى بيساوي العلم، يبقى راء زائد 2 راء ناقص 47 يبقى بيساوي ال 28. من هنا بقت 3 راء، ودي ال 47 هناك، 7 و8 15 و60 يبقى معنى كده 75، يبقى قيمه الراء تبقى 25، يبقى اجابه مقبوله زي الفل. اطمن وراجع النواتج، الراء الحمد لله ب 25، اجابه جميله وزي الفل. تمام؟ يلا بينا حبايبي نبص مع بعضنا على الحته اللي جايه ونشوف اخبارها ايه. بقول لك اذا كان، لاحظ ان انا مركز على قانون المعادله شويه، 25 قاف 2 راء زائد 1 يساوي 25 قاف 3 راء ناقص 1، فما قيمه الراء؟ تقول لي يا استاذ كالعاده يا اما الراء تساوي اله، يا اما 2 ر زائد 1 يساوي 3 ر ناقص 1. ساعتها بجيب دي هنا وودي الواحد هناك، لما اجيب دي هنا يبقى ر، لما اودي الواحد هناك يبقى 2، يبقى قيمه الر على طول بقت ب 2، مقبوله وزي الفل ومفيش سبب يمنعها. او ان الر اللي هو 2 ر زائد 1 يساوي زائد اللي هي، قصدي ر زائد اللي هي اللي هو زائد 3 ر ناقص 1 يساوي كام؟ 25. ساعتها بقت 5 ر وده رايح مع ده يساوي 25، ساعتها بقى قيمه الر تساوي 5، يبقى برضو دي مقبولة وزي الفل و10 على 10. ممكن تقنعنا؟ تعالوا نقنعوا كل الاثنين زي بعض. 25، أولا الراء ب 2. 25 من هنا قاف، 2 في 2 ب 4، 4 1 يبقى 5، ده بيساوي 3 في 2 ب 6 ناقص 1 يبقى 5، يبقى معنى كده 25 برضو قاف 5، فده فعلا بيساوي ده. ده التحقق بتاع الحتة ديت، تمام؟ تعالى نحقق بالخمسة، يبقى 25 قاف، 2 في 5 ب 10 و1 يبقى 11. هي هي 25 قاف 3 في 5 15، 15 ناقص 1 يبقى كام؟ 14. طب ما هو فعلا ده وده تبسيط بعض، 25 قاف 14 25 قاف 14 تبسيطها ال 25 قاف 11، يبقى بالفعل ده قانون التبسيط، ده قانون المعادله، الاثنين شكلوا حلول سليمه. قلت لك مفيش مشكله ابدا الاثنين يتقبلوا والاثنين زي الفل عندنا. وخلي بالكم بقى من اللعبه في الاختيارات في الحته دي،
هطلع لك الاثنين مقبولين وما هصدق ان انت تطلع لي اول ناتج صح ومرميه لك اول اختيار. تجري ويا زبون وهتلبسها. خلي بالك من الحاجات دي، لازم نبقى واعيين فيها صح. تعالى معايا نبص على الحته اللي جايه. اذا كان نون زائد واحد قاف أربعة تساوي خمسة على اتنين نون قاف تلاتة، فما قيمة نون؟ هقول له بالراحة، أنا والله لمحت إن الدليل معلوم وصغير. طالما معلوم وصغير يبقى أنا أقدر أفك، يبقى أنا هقدر أفك، يبقى أنا بعمل شرط الكسر. في البسط بفك نون زائد واحد لما أربعة. نون زائد واحد لما أربعة يعني ببدأ بنون زائد واحد، بعد كده نون، بعد كده نون ناقص واحد، بعد كده نون ناقص اتنين. دي اللي هي مفكوك مين؟ نون زائد واحد لام أربعة. في المقام مضروب الأربعة، مضروب الأربعة اللي هو أربعة في ثلاثة في اثنين في واحد. اتعلمنا فك. ما تنسانيش لو سمحتوا النبي الخمسة على الاثنين. نون قاف ثلاثة، يبقى في البسط فكري نون لام ثلاثة اللي هي نون في نون ناقص واحد في نون ناقص اثنين. في المقام مضروب الثلاثة، ثلاثة في اثنين في واحد. صح ولا غلطان؟ نلعب بقى شوية. النون رايحة مع النون، النون ناقص واحد مع النون ناقص واحد، النون ناقص اثنين مع النون ناقص اثنين. مش بس كده، 3 في 2 في 1 رايحه مع 3 في 2 في 1. الاثنين دي مع الاربعه دي تبقى لك 2. نصفصف الدنيا، يبقى النون زائد 1 على الاثنين كلامنا بيساوي كام؟ 5. مقصتك يا هندسه، يبقى النون زائد 1 تساوي 10، يبقى قيمه النون اللي عندك بقى بتساوي 9، وهو المطلوب ايجاده. كلامنا زي الفل، كلامنا شياكه الحمد لله، مش شايف اياته حاجه صعبه فيه بعون الله. تعال معايا نبص على الحته اللي جايه مع بعضنا ونشوف ان شاء الله اخبارها ايه. بقول لك اذا كان النون قاف 3 يساوي 30 وثلث نون، فما هي قيمة نون؟ بالراحة كده ونحلها. نون قاف 3 دي أقدر إن أنا أفكها، يبقى نون في نون ناقص 1 في نون ناقص 2، يبقى كأنها نون لام 3. في المقام يعني 3 في 2 في 1، صح ولا لأ؟ كلامنا بيساوي 30 وثلث يعني كأنها 91 على 3، كلامنا من هنا نون. أنا بحاول بس أسهل الحزم. طبعًا النون رايحة مع النون، مش بس كده، تقدر تقول ان التلاتة رايحة مع التلاتة. يفضل لك من هنا نون ناقص واحد في نون ناقص اتنين، اتنين في 91 يعني 182. صح ولا غلطان؟ 182 دي يعني كأنها من هنا 14 في 13. صح ولا لا؟ ده من طريق بقى حل كتير واسئلة كتير وواد متعود بقى. يبقى معنى كده ان ده هو ال 14 وده هو ال 13. ليه؟ لان ده الكبير وده الصغير، فده الكبير وده الصغير، واتمرنا عليها كتير الحصة اللي فاتت. يبقى قيمة النون على طول عاملة لك كام؟ 15، عشان يبقى 15 ناقص 1 يديك ال 14، 15 ناقص 2 يديك ال 13، زي ما حضرتك شفت. يبقى معنى كده على طول إن قيمة النون اللي عندي هتبقى بتساوي 15 بفضل الله تعالى كما ينبغي. هل فيها أي صعوبة؟ أدي الدنيا أنا شايف إن هي جميلة وسهلة وسالكة وإن شاء الله ما فيهاش أي مشكلة. تعالوا معايا نبص على الحتة اللي جاية مع بعضنا. إذا كان نون قاف 5 إلى نون قاف 4 يساوي 8 الى 5، فما هي قيمة نون؟ بالراحة. كلمة الى دي اللي هي كأنها على، صح؟ نون قاف 5، أنا لقيت الخمسة دي كبيرة شوية كده، مش هقعد أنا أكتب 5، أنا كبيرة عليا 5 في 4 في 3 في 2، إيه القرف ده؟ هحولها المضاريب، يبقى مضروب النون على مضروب الر في مضروب النون ناقص الر اللي هو نون ناقص 5، ودي المفروض تبقى مضروب الخمسة. إلى نون قاف 4 يعني مضروب النون على مضروب الأربعة في مضروب النون ناقص الأربعة، كلامنا بيساوي 8 إلى 5. همسك العلى دي أخليها فيه، فبالتالي بقى عندي 4 في مضروب النون ناقص 4 على مضروب النون، يساوي من هنا مضروب النون على مضروب الخمسة في مضروب النون ناقص الخمسة، وبناء على ده رايح مع ده. الخمسة هبسطها هطلعها بره ويفضل الأربعة جوه، يبقى مضروب الأربعة رايح مع مضروب الأربعة، صح؟ نون ناقص 4 هطلعها بره، يبقى لما تطلع بره تسيب مكانها من هنا 1، يعني نون ناقص 5 لان ناقصت 1. فمضروب النون ناقص 5 هيروح مع مضروب النون ناقص 5. صفصفت لك على ان في البسط في نون ناقص 4، في المقام مفيش غير 5. كلامنا بيساوي 8 على 5. والعب يا كابتن ثم العب يا كابتن واتمشى يا كابتن، يبقى معنى كده قيمة النون بقت بتساوي 12. بروز 10 على 10، الحمد لله كما ينبغي. هل فيها أي صعوبة؟ ادي الدنيا، ادي الجمال، ادي الحلاوه، ادي كل حاجه جميله ان شاء الله. تعالى معايا نبص مع بعضنا في الحته اللي جايه باذن الله. بقول لك اوجد لي قيمه الكلام الحلو ده. 5 قاف 0، ما تيجي نحولها لمضاريب. 5 قاف 0 يعني مضروب النون على مضروب الر في مضروب النون ناقص الر، صح؟ يبقى ساعتها كان مضروب الخمسه رايح مع مضروب الخمسه ومضروب الصفر بواحد، كل ده صفصف على واحد، يبقى واحد زائد. عايز اكلمك في حاجه بقى.
خمسة قاف صفر هي خمسة قاف خمسة، لأن خمسة قاف خمسة تبسطها خمسة قاف صفر، لأن خمسة قاف خمسة هي تبسطها خمسة قاف خمسة ناقص خمسة، فبقت دي بصفر، يبقى دي تبسيط دي، صح ولا غلطان؟ بس نفس الكلام واحد وأربعة، نفس الكلام اتنين وتلاتة، يبقى معنى كده احسب الواحد، يبقى مضروب الخمسة على مضروب الواحد، فمضروب خمسة ناقص واحد اللي هو مضروب الأربعة. طب ما هو الواحد ده هيتن رايح مع الواحد، صح ولا غلطان؟ أو مضروب الواحد ده بواحد على طول. يبقى مضروب الخمسة اللي هو بقى عبارة عن 120، مضروب الأربعة اللي هو عبارة عن 24. عايز تحسبها يبقى 120 على 24 ادتك من هنا 5. 5 قاف 1 هي 5 قاف 4 5. كلامنا زائد 5 قاف 2 يعني 5 في 4 على 2 في 1. 5 لام 2 في البسط على مضروب الاثنين في المقام. يبقى معنى كده الاربعه مع الاثنين 2 يبقى 5 في 2 يبقى كامله بقى ب 10، ودي كمان بقى ب 10. 10تين 20 و50 30 وعليهم 2، يبقى كلامنا من هنا كام؟ 32. المساله الجايه هلعب معاك لعبه لذيذه جدا، هغير لك اشاره كل حاجه فيهم، يعني واحده موجب وواحده سالب، واحده موجب وواحده سالب. هي 1 و5 و10 و5 و1، بص نفسها كانت عامله لنا 1 و5 و10 و5 و1، صح ولا غلطان؟ دي بالسالب ودي بالموجب، دي بالسالب ودي بالموجب، دي بالسالب، الواحد رايح مع الواحد، السالب 5 رايح مع الموجب 5، الموجب 10 رايح مع السالب 10، الكلام يطلع لك في الاخر بكام؟ بصفر. هل في اي صعوبه؟ ادي الشياكه بتاعتنا 32 ثم صفر. الحمد لله الحمد لله الحمد لله، كلامنا كما ينبغي بفضل ربنا. ناقصكم اي حاجه؟ يلا بينا نبص الحته اللي جايه يا حبايبي ونشوف ان شاء الله اخبارها ايه. بقول لك اذا كانت نون قاف 3 تساوي 84، تجربه مباشره على الاله، تشوف كام قاف 3 يديك من هنا ال 84، تشوف كام قاف 3 يديك ال 84، كام قاف 3 يديك 84؟ لانها 9 بما ان الدليل يساوي الدليل، اذا العلم يساوي العلم، اذا قيمه النون زي ما حضرتك شايف هتبقى بتساوي 9 بفضل الله تعالى. هل في اي صعوبه؟ كله 10 على 10 معانا ان شاء الله؟ يلا بينا يلا بينا يلا بينا نبص الحته اللي جايه مع بعض. بقول لك من هنا حل لي المعادله 12 قاف ر تساوي 12 قاف 2 ر زائد 3. وقفنا يا استاذ، ما هو انت برضه في قانون المعادله يا اما الر تساوي 2 ر زائد 3، يبقى اول احتمال ان الر تساوي 2 ر زائد 3. ثاني احتمال ان الدليل زائد الدليل يساوي العلم، يعني ر زائد 2 ر زائد 3 يبقى بيساوي 12. ما ينفعش ابقى بشرح وانت مش فاهم انا بعمل ايه. قلت لك امسك النظري صح، امسك اول صفحه في المذكره دي اكتبها بايدك ورقه وقلم مره واثنين. انا عارف ان احنا في اجازه وعارف ان اللي احنا بناخده مش مطالبين بيه، بس طالما عملت حاجه اعملها صح، طالما عملتها اعملها صح، مش الاسم ان انت عملتها وتعبت عن غيرك وزهقت عن غيرك وذاكرت عن غيرك وفي الاخر كروتها ولا كانك استفدت، يبقى بلاها احسن، صح ولا غلطان؟ عملنا الحاجه يبقى نعملها بضمير يا ولد ونراعي ربنا. يبقى من هنا هودي دي هناك، يبقى سالب الراحه تساوي 3، ما ينفعش ان الراحه ما ينفعش تبقى رقم سالب، خلاص ده اترفض. تجي لي هنا من هنا بقت 3 ر تساوي من هنا 9، يبقى قيمه الر بقت بتساوي 3، يبقى ادي قيمه الر بقت بتساوي 3 زي الفل. نطمن على النواتج، احنا قلبنا الصفحه من هنا، احنا من هنا قيمه الر الحمد لله الحمد لله بقت بتساوي 3، وبيقول لك حل المعادله، فعشان كده كتبها مجموعه حل، مفيش اي اختلاف، كل الدنيا زي الفل. تعالى معايا نبص على الحته اللي جايه مع بعضنا. بقول لك من هنا اذا كان نون لام ر ناقص 1 يساوي 6720. بالراحه المسألة دي عالية جدا على فكرة. بقول لك من هنا نون لام ر ناقص 1 يساوي 6720. في حاجة بقى، نون قاف ر ناقص 1 دي كمان عاملة 56. مش ملاحظين حاجة؟ إن العلم هو هو العلم، إن الدليل اللي هو ر ناقص 1 هو هو الدليل اللي هو ر ناقص 1. إذا أنا أقدر أخش بالعلاقة إزاي؟ نون قاف ر ناقص 1 دي بتساوي نون لام ر ناقص 1 على مضروب الر ناقص 1. ليه؟ لان احنا كنا قايلين ان نون قاف ر تساوي نون لام ر على مضروب الر. طب انا شلت لك الر وخليتها ر ناقص 1، يبقى تشيل دي وخليها ر ناقص 1، يبقى تشيل دي وخليها ر ناقص 1، هي ولا مش هي؟ ما هو ده طلع لنا من هنا ب 56. اقف يا استاذ، ما هو اصلا نون لام ر ناقص 1 ده عامل من هنا 6720، يبقى معنى كده مضروب الر ناقص 1 في 56 يساوي 6720، يبقى مقصتك 6720 على 56. اقسم دي على دي، لما هتقسم دي على دي هتلاقي ان الناتج اللي عندك بقى 120، شيل دي كده يبقى معنى كده ده 120، دي مش 120، ده احنا حافظين مضاريب اللي هي بقت مضروب الخمسه، يبقى ده يساوي 5، يبقى ر ناقص 1 ب 5، يبقى قيمه ر بقت ب 6. جبت ر ب 6، اجري العب هناك بقى.
العب هنا او العب هنا. انا شايف اللعب هنا اسهل. يبقى نون قاف راء ناقص واحد اللي هي 6 ناقص واحد اللي هي 5 يساوي 56. شوف بقى على الاله كام قاف 6 كام قاف 5 يديك 56. يلا جرب جرب اعمل 6 قاف 5 5 قاف 5 7 قاف 5 8 قاف 5 هتلاقي من هنا 8 قاف 5 هي اللي جت معاك. يبقى قيمه النون على طول ب 8. ما تروحش تجرب هنا بقى لان هنا ارقام كبيره كبيره جدا، فانت عشان توصل لها انت هتاخد وقت كبير، فاحنا عايزين نوفر الوقت ونخلص في الحته السهله ديت. وصلت يا حبايبي؟ الدنيا سهله ان شاء الله. يلا بينا نبص مع بعضنا على الحته اللي جايه ونشوف اخبارها ايه. بقول لك اذا كان 2 نون زائد ميم قاف 2 ب 190 اقف على طول. طالما قاف 2 ديت واضحه يبقى انا عندي من هنا 2 نون زائد الميم يساوي شوف كام قاف 2 على الاله يديك 190 على طول. كام قاف 2 على الاله؟ قال لك 20. يبقى ادي 20 قاف 2 على الاله يديك 190. يبقى بما ان الدليل يساوي الدليل اذا العلم يساوي العلم، اذا 2 نون زائد الميم يساوي 20، وديت المعادله رقم 1 زي ما حضرتك شفت. نيجي للحته الثانيه، كام لام 3 يديك 60؟ الناس حفظتها، 5 لام 3 5 في 4 في 3 صح ولا لا؟ كلامنا من هنا لام 3 من هنا نون ناقص 2 ميم، بما ان الدليل يساوي الدليل اذا العلم يساوي العلم، يبقى اذا نون ناقص 2 ميم تساوي 5. روح هناك نون ناقص 2 ميم تساوي 5 بضرب المعادله الاولى في 2 يبقى هضرب الاولى في 2 تبقى 2 تبقى من هنا 4 تبقى من هنا 40. اجمع يبقى الميم رايحه مع الميم يبقى من هنا 5 نون تساوي 45 يبقى النونيه بقت بتساوي كام؟ 9. جبت النون ب 9 9 ناقص ال 5 تساوي 2 ميم يبقى الميمايه هي كمان عامله 2 يبقى ادي الميم ب 2 ادي النون ب 9 كله زي الفل كله 10 على 10 9 و2 9 و2 بفضل ربنا. هل فيها اي صعوبه علينا؟ كله زي الفل. نخش بقى على شويه مسائل لفظيه هتعجبك وهضيف لك فيها وهمهد لك فيها تمهيد جميل للسنه الجايه وهكلمك في كلمه مهمه جدا لما هيجي لها وقتها هقول لك خلي بالك دوت هو عصب التعامل في السنه الجايه في الباب الاول جبر. شوف هكلمك ازاي في المسائل اللفظيه. نبدا مع بعض يا حبايبي. بكم طريقه يمكن تكوين لجنه؟ اسمع بقى الكلام اللي جاي. كلمه لجنه، كلمه جماعه، كلمه فريق، كلمه مجموعه، كل دول بيقولوا لك ان التعامل مع نون قاف راء. يعني ايه؟ اسمع انا عايز اكون 7 طلبه من 10 طلاب، من 10 طلاب، ايه طلاب دي؟ العبط دي. 7 طلبه من 10 طلاب، اسمع بقى. يبقى ديت بتعتبر، خد الغنوه اللي جايه، مجموعه سباعيه مكونه من 10 اشياء. كمان مره، مجموعه سباعيه مكونه من 10 اشياء، لانها لجنه، جماعه، مجموعه، كل دي بيقول لك ان انت بتتعامل مع كيان كامل على بعضه. انا داخل لجنه تقييم، اللجنه لجنه تقييم، مش مهتم بقى مين ده ومين ده ومين، هي لجنه كامله. يبقى مجموعه لوكش على بعضهم، يبقى معنى كده كلامنا بقى 10 قاف 7. الحته دي مهمه، اكتبوها في مذكرتكم عشان هتلاقيني بكلمك فيها الحصه الثالثه السنه الجايه، وافكرك للناس اللي حضرت معايا دلوقتي. يبقى 10 قاف 7، شوف لنا ال 10 قاف 7 بكام؟ هتلاقي من هنا ال 10 قاف 7 هي عباره عن 120، طبعا كاتب لك ان تبسيطها ال 10 قاف 3، كلام جميل، كلام زي الفل، كلام 10 على 10. تمام؟ حته الترتيب والتكرار والكلام ده مش مشكله خالص، انا اهم حاجه عندي تبقى فاهم كلمه جماعه وفريق ولجنه ومجموعه، والكلام ده كله جاي باوانه، بس جماعه، لجنه، مجموعه، فريق، كل ده كلام بيدل على انك بتتعامل مع كيان كامل. كلمة الترتيب مش مهم ليه؟ الكلمة اشرحها لك اهي، كلمة الترتيب مش مهم ليه؟ لأن أنا ما ببقاش مهتم مين فيهم قاعد على اليمين، مين فيهم قاعد على الشمال، مين فيهم الأول، مين فيهم التاني، أنا خدتهم كلهم على بعضهم. زي الكرات اللي أنت كنت بتاخدها بمعلومية التوافيق، كنت بتعمل إيه؟ كنت بتمد إيدك تاخد كرات. أنا ما طلبتش منك تاخد الأولى، تاخد الثانية، تاخد الثالثة. أنت مديت إيدك خدت الكرات كلها على بعضها. مديت إيدي خدت الكرات، يبقى الأمر انتهى. إنما لو هاخد كرة كرة يبقى الترتيب بقى مهم. كمان كلمة التكرار، التكرار غير مهم ليه أو التكرار غير موجود ليه؟ لأن البني آدمين ما فيهمش بني آدم بيكرر. أنا محمد لوحدي وأنت محمد تاني، أنا مش تكرارك وأنت مش تكراري، فعشان كده كاتب لك كلمة التكرار لا يجوز عشان البني آدمين لا تكرر. بالتالي كلمة البني آدمين لا تكرر، كلمة الترتيب غير مهم، وضحت لحضرتك الحمد لله. تعالى معايا نبص على الحتة اللي جاية. يراد تكوين لجنة. لا اسمع مني بقى. اللجنة دي عايز تكونها من 10 ولاد و8 بنات.
بحيث ان اللجنه اللي انت تكونها دي يبقى فيها ثلاث ولاد، خلي بالك مني بقى، وبنتين. اسمع بقى الحته الجايه دي، عايز اكلمك كلمه جباره، كلمه و وكلمه او. الوا الترجمه الرياضيه بتاعتها في، الوا الترجمه الرياضيه بتاعتها في، الاو الترجمه الرياضيه بتاعتها زائد. افهم صح، افهم صح، او الترجمه بتاعتها زائد، الوا الترجمه بتاعتها فيه. هو قال لك هنا ايه؟ وا، يعني انت هتعمل عمليه ضرب. افهموا الكلام ده، مكتوبه لك على ما اعتقد، مكتوبه لك الحمد لله، بس في مساله اللي وراها. فكلمه الوا ترجمتها فيه، كلمه الاو ترجمتها زائد. كمان مره، الوا ترجمتها فيه، يلا يا اولاد، الاو ترجمتها زائد. هو قال لك ثلاث ولاد وبنتين يبقى فيه. ثانيه واحده، الثلاث ولاد يعتبروا مجموعه ثلاثيه من 10 اشخاص، يبقى معنى كده مجموعه يبقى قاف ثلاثيه من 10 اشخاص. شفت الموضوع مزيكا ازاي؟ الموضوع فن وابداع، مزيكا مرسومه. الحته الثانيه، بنتين من الثمانيه يبقى اتنين بنات من تمن طالبات. الاتنين دول بيتاخدوا من التمانية دول، التلاتة دول بيتاخدوا من العشرة دول. عملية الربط عملية فيه. وصلت؟ تيجي من هنا تقول لي الناتج اللي هيكون عندك من هنا هيكون بقى عبارة عن 3360 طريقة، 3360 طريقة. طبعا انت عامل الناتج على الآلة، ما عندكش أي مشكلة. مشكلتي كلها ان انت تعرف تطلع الخبايا اللي ما بين السطور، تعرف تطلع الالفاظ اللي بتحل المسائل. مش هيحل المساله اي حاجه، هيحل المساله حاجات معينه، مقومات معينه لازم تكون عندك بتقراها صح من السؤال. ماشي، يلا بينا نخش على الحته اللي جايه ونشوف اخبارها معنا ايه. بقول لك من هنا بكم طريقه، واخدين لي بالكم؟ واخدين لي بالكم المساله اللي فاتت كنت بتقول ايه؟ لجنه، لجنه، جماعه. الكلام اهو افكرك بيه اللي ما كتبهوش، المعفن اللي ما كتبهوش، لجنه، جماعه، فريق، مجموعه، كل ده بيقول لك هي بتتعامل مع توفيق صريحه. نرجع للمساله بتاعتنا، نرجع للسؤال بتاعنا اهي. اللجنه دي انت عايز تكونها من اربع رجال، بص 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 بص، ايوه، او يعني زائد، او يعني زائد. الله يكرمكم، خلي بالكم وما تنسوني في المواقف دي. الاربع رجال او ثلاث سيدات، بص بص، يعني انا يا اما هاخد ثلاث سيدات يا اما هاخد اربع رجال. طب باخد الثلاث سيدات من كام؟ قال لك من خمس سيدات، يبقى ثلاث سيدات بتاخده من خمسه. الاربع رجال بيتاخدوا من كام؟ من سته. انا خلصت المساله، خلصت المساله، بس انا فاهم انا بعمل ايه، انا فاهم كل تفصيله بتؤدي لايه، واخداني من ايه هتوديني لفين. ماشي، سته قاف اربعه احسبها من هنا، هتلاقي سته قاف اربعه دي ب 15، من هنا الثانيه ب 10، يطلع لك في الاخر 25 طريقه. الموضوع لو انت فهمته هتبقى بتستمتع بيه قوي. عارف لما تعمل طبخه وانت تعبان فيها، الله، وانت بتاكلها كده تعبان فيها، حاجه بحبها، حاجه فهمتها، حاجه انا الوحيد اللي عارف خباياها. هو ده نفس الكلام، نفس الشعور. فيكم ناس بتذاكر رياضه هي بتستمتع، بتذاكر رياضه هي فاهمه هي بتعمل ايه، لما بتلاقي الناتج اللي في المساله هو الناتج اللي في كده، يا لهوي انا مبسوط. هي دي الحاجات اللي انا عايزك تحسها، عايزك تبقى بتستمتع بالنجاح، تستمتع بالمذاكره، تستمتع بالاجتهاد، مش عشان اخلص. اللي بيخلص ده محروم من متعه هو ما يتخيلهاش، محروم من متعه هو ما يتخيلهاش، صح؟ يلا بينا نبص على الحته اللي جايه. بقول لك من هنا، اوجد عدد الطرق هنكون بيها لجنتين. خلي بالك مني بقى، لجنتين يعني لجنه اولى، خلي بالكم مني، ولجنه ثانيه. مين يقدر يعمل كده؟ مين يقدر يترجم الترجمه دي؟ تقدر؟ يبقى انت حاضر معايا صح. ما تقدرش وعامل نفسك مستصعب الموضوع، يبقى انت قاعد قدام الكروت. ويعني في، طيب اللجنه الاولى دي واللجنه الثانيه هعملهم ايه؟ قال لك اللجنة مكونة من ثلاث أشخاص من بين 12 شخص. خد بقى القنبلة اللي جاية، بحيث لا يدخل شخصين في كلتا اللجنتين. يعني اللي يتاخد في اللجنة الأولى ما ينفعش يتاخد في اللجنة الثانية. عارفين ده معناه إيه؟ ده معناه إنه وأنا بعمل اللجنة الأولى كان عندي 12 واحد صالحين للاستخدام، وأنا بعمل اللجنة الثانية ال 12 مش صالحين، ده فضل منهم تسعه
لان خلاص خلص منهم ثلاثة دخل الاولى، واللي يخش الاولى ما يخشش تانية، ففي تسعة هم بس اللي متاحين بعد ما الثلاثة سابوني، يبقى انا هنقي الثلاثة التانيين من التسعة اللي فاضلين. كمان مرة مزيكا، الثلاثة التانيين من التسعة اللي فاضلين. اما اول ثلاثة كانوا بيتاخدوا من الاثناشر كلهم، خلاص دخلوا لجنة اولى، شكرا يا عم مش عايزين منك حاجة، اللجنة التانية نبدأها على نضيف، ناخد ناس جديدة. فهمنا اللعب؟ فهمنا؟ احسب دي، تقول لي من هنا احسبها على الآلة، ما راعي ربنا واحسب على الآلة، عود ايدك تاخد على الآلة، احسب على الآلة بسرعة، خلي ايدك تمشي على الآلة، هيطلع لك من هنا 18480. طبعا كلامنا من هنا بكلمة طريقة زي ما حضرتك الحمد لله شفت السؤال اللي عندك. هل فيها صعوبة يا ولدي؟ تعالوا معايا نبص مع بعضنا على الحتة اللي جاية ونشوف أخبارها ايه. بقول لك يدرس طالب في إحدى السنوات الدراسية بالجامعة 8 مواد مختلفة، وما ينفعش ان هو يروح للسنة اللي وراها، ما ينفعش يعني يعدي السنة بتاعته، ما ينفعش ينجح الا لما ينجح في 6 مواد على الاقل. كلمة دي مهمة. حضرتك ربنا كرمك ودخلت كلية، واول سنة كلية بتاخد 8 مواد، عشان تروح السنة اللي وراها اقل حاجة ممكن تروح بيها السنة اللي وراها ان انت تنجح في 6. طب ما انت ممكن تنجح في 6 وتنجح بالعافية وتخش السنة الجاية، او ممكن لا قدر الله تشيل مادة وتنجح في 7، او ممكن تنجح في 8، ايه المانع ان انت تبقى طالب طبيعي شاطر بينجح، ده الطبيعي. فمعنى كده ان انت اضعف الايمان ان انت تنجح في 6، صح؟ يبقى معنى كده المفروض ان هو ينجح في 6 من الـ8، او ان هو ينجح في 7 من الـ8، او ان هو ينجح في 8 من الـ8. يبقى بني ادم شاطر. يبقى معنى كده بكم طريقه يمكن الانتقال؟ اول حاجه ينجح لي في 6 من الـ8، مجموعه سداسيه، انا بنجح في الست مواد دي، النتيجه لما بتطلع بتطلع كل المواد مع بعض، مجموعه كامله من المواد، يبقى 6 و8 وقاف، او يعني زائد من الـ8 مواد ينجح في 7، او من الـ8 مواد ينجح في 8. ولا الطبيعي بني ادم شاطر زينا، جمع النواتج بتاعتك هتلاقي من هنا ان الناتج اللي عندك 28 زائد 8 زائد 1، يعني كلامنا من هنا ب 37 طريقة زي ما حضرتك الحمد لله شفت السؤال. هل فيها أي صعوبة؟ كلنا 10 على 10، كلنا رجالة وحلوين، يلا بينا نبص الحتة اللي جاية، يلا بينا نشوف أخبارها إيه. بقول لك من هنا الحتة دي حلوة جدا، حلوة جدا، وأنا يا ريتها تبقى بعدها الحتة بتاعت الأزواج المرتبة. الله 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 الله، تعالى بقى معايا. سين هي مجموعة العناصر دي، عنصر 2 3 4 5 6، 6 عناصر. العين ممكن نقراها مجموعة العنصرين ألف وب، مجموعة العنصرين ألف وب، يعني أنا هحلها بمعلومية التوافيق. مجموعة العنصرين، مجموعة العنصرين، يبقى هحلها بمعلومية التوافيق. ثانية واحدة، كم عنصر؟ 2، يعني مجموعة ثنائية، يعني مجموعة ثنائية. اخترتها من كام حاجة؟ والله الألف والباء أنا واخدهم من السين، اللي هم 6 عناصر، يبقى 6 قاف 2، أنا خلصت السؤال. يبقى ده أقواس مجموعة، لو أقواس مجموعة يبقى على طول توافيق. لو أقواس مجموعة يبقى على طول توافيق. طب لو كانوا أزواج مرتبة، لو كانوا أزواج مرتبة يبقى تباديل. بص بص، أزواج مرتبة، والتباديل هي عدد الترتيبات. الله، أزواج، اكتبوها عندكم في المذكرة، مش مكتوبة عندكم عشان خاطري. أزواج مرتبة يبقى التباديل ترتيبات، أقواس مجموعة يبقى التوافيق مجموعات. ناقصكوا حاجة؟ يلا خش لها. يبقى 6 قاف 2، يبقى معنى كده هتلاقي الناتج اللي عندك من هنا بقى عبارة عن 15 عنصر زي ما حضرتك الحمد لله شفت. يلا نفهم أكتر في الحتة اللي جاية، نفرمها بقى. هنا السين أعداد طبيعية من 5 ل 9، نسردهم هنا في يساوي، يعني الخمسة معايا. خلي بالك عشان في احتماليه يشيل يساوي، فلو شال اليساوي يبقى انت غصب عنك معكش الخمسه، هتبدا من الصحيح اللي وراها اللي هو 6 وهكذا. يبقى 5 6 7 8 9، الاعداد دي كلها معاك. الصاد زوج مرتب، يعني انا عشان اعمل الصاد لازم لام. عنصرين يعني ترتيبات ثنائيه، بنقيها من السين، يعني بتنقيها 1 2 3 4 5، يبقى 5 لام 2. اما العين فهي مجموعة ثلاثية، يبقى كلامنا قاف وثلاثة بتاخدهم من السين، يبقى 5 قاف 3، يبقى عناصر صاد 5 لام 2
اللي هي 20 عناصر عين 5 قاف 3 اللي هي بقت ب 10 زي ما حضرتك الحمد لله شفت. رايحين للحته اللي جايه لحته اضلاع ورؤوس مضلعه، فركز معايا لانها حته جميله تستاهل تركيزك وذكائك وما فيهاش اختراعات. 3 قوانين حفظتهم، مبروك عليك يا عم الحاج، شوف هكلمك فيها ازاي. نبص لهم بقى، واحسن مثال عشان اشرح لك الكلام ده ان انا اعمل لك شكل هندسي رباعي الاضلاع. يعني معنى كده ادي ضلع، ادي الثاني، ادي الثالث، ادي الرابع. مش عايز ارسمه لك شكل زي ما انت حافظ مربع او مستطيل عشان ما تستسهلش الكلام، الكلام بصفه عامه على اي شكل رباعي. عدد القطع المستقيمه الواصله بين اي راس من رؤوسه. ثانيه واحده، هي القطعه المستقيمه دي محتاجه كام نقطه؟ محتاجه نقطتين. فمعنى كده انت هتحتاج تعمل مجموعه ثنائيه، لان انا خدت نقطتين على بعضهم، ما خدتش نقطه وبعدين الثانيه، لا خدت نقطتين على بعضهم من عدد اضلاع اسمه نون، يعني نون قاف 2. عشان كده الشكل الرباعي الرباعي يبقى كانها 4 قاف 2، و4 قاف 2 لو حسبتها في باطن الامر هتلاقي 4 في 3 على 2 في 1 هتطلع لك 6. يا استاذ طب ما انت غلطان اهو، انت مش كاتب غير 4 يا ولد، انا بقول لك قطع مستقيمه، فالقطع المستقيمه عشان تكملهم قطع مستقيمه لازم تقوم عامل لك كام قطر؟ قطرين، عشان يبقى كل القطع المستقيمه اللي في الشكل الرباعي اللي حضرتك شفته. عدد اقطاره دي بقى سهله، دي هتبقى نون قاف 2 ناقص النون، نون قاف 2 ناقص النون. وابسط لك، لو 4 قاف 2 اللي هي 6 ناقص النون اللي هي بقت 4 يدي لك من هنا قطرين. عشان كده اي شكل رباعي لازم يبقى ليه قطرين فقط، اي شكل رباعي لازم يبقى ليه قطرين. عدد المثلثات، الناس اللي فهمت اول حته هتفهم الحته الثانيه. هي القطعه المستقيمه كانت محتاجه كام نقطه؟ نقطتين، فقلنا نون قاف 2. طب المثلثات محتاجه كام نقطه؟ 3، فهنقول ايه؟ نون قاف 3 بس 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 بس. انا خلصت والله، والله العظيم خلصت. يبقى معنى كده قطعه مستقيمه نون قاف 2، احفظ معايا قطعه مستقيمه اسخن يا ولا، نون قاف 2، مثلثات نون قاف 3، مثلثات نون قاف 3، اقطار نون قاف 2 ناقص نون، اقطار نون قاف 2 ناقص نون، مثلثات نون قاف 3، قطع مستقيمه نون قاف 2. حفظناها؟ حل مسائل، يلا حل مساله عليها. مساله واحده، مضلع من 8 رؤوس، صعب بقى يترسم. عدد جميع القطع المستقيمه، ما تكبرش بس الموضوع، 8 قاف 2 وشكرا. عدد الاقطار يبقى 8 قاف 2 ناقص 8، شكرا. عدد المثلثات 8 قاف 3، والله العظيم السؤال خلص. حفظت قوانينه وحليته، انتهى ببساطه. من هنا دي هتبقى 56، دي هتبقى من هنا 20، ودي من هنا هتبقى 28. ادي الدنيا اللي عندنا بمنتهى العباطه اللي في الدنيا. يبقى عدد قطع مستقيمه نون قاف 2، عدد قطع مستقيمه نون قاف 2، يلا عشان نخش على الاختيارات. عدد قطع مستقيمه نون قاف 2، عدد اقطار نون قاف 2 ناقص نون، عدد اقطار نون قاف 2 ناقص نون، عدد اقطار نون قاف 2 ناقص نون، عدد المثلثات نون قاف 3، عدد المثلثات نون قاف 3. ظبطنا؟ خش اللي وراه بقى، نخش في شويه اختيارات عليه. اذا كان نون قاف نون ناقص 2 يساوي 36، فان قيمه نون بكام؟ تقول لي ثانيه واحده، ما هو ده قانون التبسيط اللي انت بدات لنا به الاسئله وبتبدا لنا به الاختيارات، ان دل على شيء فيدل على اهميته. نون قاف نون ناقص 2 يعني كانها نون قاف 2، نون قاف 2 ب 36، جرب على الاله كام قاف 2 يدي لك 36، لما هتجرب على الاله كام قاف 2 يديك 36 يبقى 9 قاف 2 ب 36، بما ان الدليل يساوي الدليل، اذا العالم يساوي العالم، اذا قيمه النوم بتساوي 9 عند حضرتك. هل فيها اي صعوبه؟ سهله جدا ان شاء الله، وبسيطه جدا وحلوه جدا وعسل جدا زيكم باذن الله. تعالى معايا نبص على الحته اللي جايه مع بعض. اذا كان 6 قاف س يساوي 4 قاف س، فان س بكام؟ طب انا راضي ذمتك، عمر 6 قاف 1 تبقى هي هي 4 قاف 1؟ تيجي نجرب. انا بجرب الواحد ده مثلا، بختبر اهو دلوقتي، يبقى ده مضروب ال 6 على مضروب الواحد على مضروب 6 ناقص 1، ده مضروب ال 4 على مضروب الواحد على مضروب ال 3، عمر ده بيساوي ده؟ طب لو مضروب الواحد راح مع مضروب الواحد، والست دي طلعت بره وخلت جوه 5، دي راحت مع دي، الاربعه دي طلعت بره هنا 3، دي راحت مع دي، هل الست تساوي 4؟ يبقى الاختيار ده اختيار فاشل. طب 6 قاف 4؟ 6 قاف 4 عمرها برده ما تساوي 4 قاف 4، صح؟ طب ال 10؟ ما ينفعش اصلا نحط الراء، الراء لازم تبقى اصغر من او يساوي النون، ما ينفعش نحط الراء ب 10، ما ينفعش نحط السين ب 10، يبقى ده مرفوض. يبقى الحاجه الوحيده اللي مقبوله هي كام؟ هي صفر. ليه؟ لان من هنا بقت 6 قاف 0، 6 قاف 0 يعني مضروب ال 6 على مضروب ال 0 في مضروب ال 6 ناقص 0 هي 4 قاف 0 اللي هي مضروب ال 4 على مضروب ال 0 في مضروب ال 4، دول بيساوي من هنا 1، دول بيساوي من هنا 1 زي ما حضرتك الحمد لله شفتهم ببساطه. واضحه؟
وسهله، واتمنى اكون وضحتها لك وسهلتها عليك ان شاء الله. تعال معايا نبص مع بعض برضو على الحته اللي جايه. بقول لك اذا كانوا 15 ر يساوي 15 ق 6، واخد لي بالك؟ اول احتمال ان الر تساوي 6، يلا يا زبون اتفضل. ما حصلش. ثاني احتمال ان ر زائد ال 6 هيديك من هنا ال 15، ر زائد اله يساوي ن، ومن هنا هتلاقي ان ر ب 9، من هنا هتلاقي ان ر ب 6، يبقى اجابتك هي 6 او 9 زي ما حضرتك الحمد لله شفت. واضحه يا حبايبي ان شاء الله؟ جميله وسهله. يلا بينا نبص على الحته اللي جايه باذن الله. نبص لها، بقول لك اذا كان 13 ق ر زائد 2 الى 13 ق ر زائد 1 يساوي 9 الى 5، نشتغل الشغل بتاعنا. حول لمضاريب. ليه مضاريب يا استاذ؟ عشان الدليل مجهول وانا ما اعرفوش، خلاص يبقى حول لمضاريب. يبقى من هنا بقت مضروب ال 13 على مضروب الر زائد ال 2 في مضروب 13 ناقص ده، يعني 13 ناقص ر ناقص 2. ليه؟ لانها كانها 13 ناقص ر زائد 2، وزع السالب يبقى ناقص ر ناقص 2، ناقص ر ناقص 2 يعني كانها من هنا عامله كام؟ 11. الى يعني على، انا هعملها فيه بقى واكتب من تحت مضروب ال 13، انا قلبتها على طول بقى، احنا جايين جامدين. هنا مضروب الر زائد 1 في مضروب ده ناقص ده، يعني كانها 13 ناقص ر ناقص 2 او ناقص 1، يبقى كانها 12 ناقص الر. الكلام ده بيساوي 9 على 5. نلعب شويه. ال 13 رايحه مع ال 13، ر زائد 2 هطلعها بره، يبقى ر زائد 2 دي لما تطلع بره يفضل لك من هنا ر زائد 1، ده هيروح معايا. هنا 12 ناقص ر، هنا 11 ناقص ر، هطلع دي بره، يبقى هنا 12 ناقص ر، يفضل لك جوه 11 ناقص ر، ده رايح معايا. في البسط فضل لك 12 ناقص ر، في المقام فضل لك ر زائد 2، كلامنا بيساوي 9 على 5. 5 في 12 ب 60 ناقص ال 5 ر، 9 ر، يبقى 9 ر زائد 18. نظبط نفسنا شويه، نودي دي هنا يبقى كانها 14 ر، نودي ال 18 هناك يبقى كانها 32، نقسم على اللي 18 و... لا 42، 42 مظبوط، اصل كده هتيجي بكسر ما ينفعش، على ال 7 فيها ال 2، على ال 7 فيها ال 6، على ال 2 فيها ال 1، على ال 2 فيها ال 3، يبقى قيمة الر بتساوي 3، يبقى قيمة الر من هنا بتساوي 3 زي ما حضرتك الحمد لله شفت. نفصص دي كده عشان يبقى كلامنا الحمد لله كويس وزي الفل. هل في أي صعوبة؟ يا رب الدنيا تبقى واضحة، يا رب الدنيا تبقى جميلة، إن شاء الله ربنا ما يجيب أي مشكلة. تعالى معايا نبص على الحتة اللي جاية مع بعض. إذا كان نون قاف 10 أكبر من نون قاف 9 فإن قيمة النون بكام؟ ثانية واحدة. ما هو دي المضروب كبير، ال 10 قصدي كبير، الدليل قصدي كبير، يبقى مضروب النون على مضروب الر في مضروب النون ناقص الر اكبر منه. مضروب النون على مضروب الر في مضروب النون ناقص الر. مضروب النون راح مع مضروب النون. وهنا ال 10 هطلعها بره، يبقى هنا بقى مضروب التسعة، ده هيروح معايا. نون ناقص 10 تطلع بره، يبقى ادي من هنا نون، لا ده النون ناقص 10 هي صغيره، يبقى نون ناقص 9 هي تطلع بره، يبقى نون ناقص 9 يفضل لي جوه، نون ناقص 9 ناقص 1 يعني نون ناقص 10، ده هيقوم رايح معانا. فضل لي 1 على 10 اكبر من 1 على نون ناقص 9، مقصتنا الحلوه، يبقى نون ناقص 9 على 10 اكبر من 1، يبقى النون ناقص 9 اكبر من 10، ودي 9 يبقى النون اكبر من 19، هي فين؟ هي فين؟ ادي الاختيار بتاعنا نون اكبر من 19 زي ما حضرتك الحمد لله شفت السؤال بتاعك. حلوه زي الفل، سلسه كده وتفتح النفس. يلا بينا نخش على الحته اللي وراها ونشوف برده ان شاء الله هيكون اخبارها ايه. بقول لك اصغر قيمه لنون تجعل الكلام دوت كلام مظبوط، هو ايه؟ ثانيه واحده. ما انا لاحظت من هنا ان العلم هو هو العلم، وان الدليل هو هو الدليل، شوفوا انا بشوف ازاي وبفكر ازاي. ونحيا فيها تباديل ونحيا فيها توافيق، يبقى انا هجري على العلاقه. لما هجري على العلاقه انا عارف ان نون قاف ر تساوي نون لام ر على مضروب الر. طب انا خليت لك الر تبقى ر ناقص 3، يبقى لازم الر دي ر ناقص 3، يبقى لازم الر دي ر ناقص 3، صح ولا لا؟ يبقى نون قاف ر ناقص 3 هشيلها واحط مكانها نون لام ر ناقص 3 على مضروب الر ناقص 3. كلامنا من هنا 120 يساوي نون لام ر ناقص 3، صح ولا لا؟ يبقى ده هيتن رايح مع ده. يبقى معنى كده 120 على مضروب الر ناقص 3 بيساوي الواحد. يبقى مضروب الر ناقص 3 بيساوي 120. 120 دي اللي هي مضروب الخمسه، يبقى معنى كده قيمه الر بكام؟ ب 8. تعالى هناك بقى. يبقى الر ب 8، يعني من هنا نون لام 8 ناقص 3 5 تساوي 120. هنا نون قاف ر ناقص 3، يعني كانها نون قاف ر ناقص 3 اللي هي 8 ناقص 3، يعني كلامنا من هنا 5. طب انا مش قادر اوصل لحاجه، ما انت مش مطالب اصلا توصل لحاجه، لان الر طلعت ب 8.
بس الثمانية دي مش هي مقياسك، لان الدليل اللي هنا اسمه رقم ناقص 3، فالدليل اللي هنا بقى اسمه 5. طب ما انا حافظ قاعده ان دايما الرقم اصغر من او تساوي النون، ما اقصدش بقى راهي اللي هنا، انا اقصد راهي اللي هي الدليل الفعلي، الدليل اللي بجد عندي، لان الدليل اللي بجد اسمه راه ناقص 3. الراه دي قيمه الحاجه اللي بتخلي الدليل مظبوط. فاهمين قصدي؟ س ناقص 5 ب 10، بس انا مش عايز س ناقص 5، انا عايز السين. فانا من هنا مش عايز الراه ناقص 3، انا عايز الراه اللي هي طالعه من الناتج، انا مش عايز الراه، انا عايز الراه ناقص 3. فمن هنا دي ب 5، يعني النون لما 5؟ اه. طب ما هو ما ينفعش النون تظهر على 5 بالظبط، نون ك 5 ما ينفعش النون تظهر على 5، يبقى اقل قيمه هي العدد النوني كام؟ هي 5. زي ما حضرتك شايف، سؤال يلخبط، سؤال جدلي، سؤال من الاسئله اللي انت سهل ممتنع، انت عارفه بس مش عارف تجاوبه، فخلي بالك من المواقف دي لانها هتفيدك جدا قدام. تعال معايا نبص على الحته اللي جايه، شوف ان شاء الله اخبارها معنا ايه. يلا نبص لها. بقول لك اذا كان نون لام راه ناقص 2 يساوي 720، نون قاف راه ناقص 2 نفس الدليل نفس العلم. ثانيه يا استاذ، ما هي نون قاف راه ناقص 2 يبقى كانها نون لام راه ناقص 2 على مضروب الراه ناقص 2، قانون العلاقه. ده بيساوي في 720 يساوي نون لام راه ناقص 2، ما هي نون لام راه ناقص 2 مع نون لام راه ناقص 2. يبقى معنى كده 720 على مضروب الراه ناقص 2 تساوي من هنا 1، يبقى مضروب الراه ناقص 2 يساوي من هنا 720، يبقى ال 720 دي اصلا احنا حافظينها بقى مضروب ال 6، يبقى الراه ناقص 2 تساوي 6، يبقى قيمه الراه بقت بتساوي كام؟ 8 زي ما حضرتك شفت، يبقى تجري على الراه وتختار ال 8، وكل كلامنا الحمد لله 10 على 10 معاك زي الفل. هل فيها اي صعوبه؟ اي مشكله؟ يلا بينا الحته اللي جايه نشوف ان شاء الله هيكون اخبارها ايه. بقول لك اذا كان 8 لام راه زائد 1 يساوي 336، لازم نكشف على الاله، بس هنكشف على الاله بطريقه مختلفه. هنشوف 8 لام كام تديك 336، لان احنا عندنا هنا 8 لام راه زائد 1، فهنشوف 8 لام كام تديك 336. 8 لام كام تديك 336؟ احنا اتعودنا على الكشف على الاله، احنا في الصفحه اللي وراها هتلاقيها من هنا 8 لام 3. اذا الراه زائد 1 كلام اهبل قوي يساوي 3، يبقى الراه عامله كام؟ عامله 2. تيجي هناك بقى 2 راه يعني 4 قاف 4، على طول 4 قاف 4 دي اللي هي عامله كام؟ عامله 1. زي ما حضرتك شفت الحمد لله اجابتنا بفضل ربنا اجابه جميله وعظيمه والحمد لله كله زي الفل. تعالى معايا نبص الحته اللي جايه مع بعضها. اذا كان نون لام راه يساوي مضروب الراه في نون قاف سين، ثانيه واحده، ما انا هقسم على مضروب الراء، يبقى نون لام راء على مضروب الراء يساوي نون قاف سين، ونون لام راء على مضروب الراء اصلا اسمه نون قاف راء، يبقى بقت النون قاف راء تساوي نون قاف سين. معادله يا اما الراء تساوي السين، يا اما الراء زائد السين تساوي النون. قال لك فان السين تساوي كام؟ السين تساوي راء، مفيش راء في الاختيارات، يبقى هو بعد دماغه عندها، يبقى السين ودي الراء هناك، يبقى السين كانها بتساوي نون ناقص الراء، يبقى تجري على النون ناقص راء. سؤال ذكي جدا على فكره، وسؤال حلو جدا، وسؤال مهم جدا لينا كلنا ان شاء الله. تمام يا ولادي حبايبي، كل حاجه ان شاء الله جميله. يلا بينا نبص على الحته اللي جايه سوا ونشوف ان شاء الله اخبارها ايه. بقول لك نون لام 2 يساوي نون قاف 3، فان نون بكام؟ طب ما هي نون لام 2 دي انا فكها، نون لام 2 يعني نون في نون ناقص 1، نون قاف 3 يعني نون، يعني نون في نون ناقص 1 في نون ناقص 2، كلامنا على 3 في 2 في 1، صح ولا غلطان؟ انا هنا فكيت دي وفكيت دي، تمام؟ نون ناقص 1 مع نون ناقص 1 والنون مع النون، يبقى معنى كده نون ناقص 2 على 6 يساوي 1، يبقى النون ناقص 2 تساوي 6، يبقى قيمة النون تساوي 8، تجري على 8 وتختارها، مبارك عليك. زي الفل؟ سهلة وجميلة وعسل إن شاء الله. يلا بينا نبص على الحته اللي جايه، يلا بينا نشوف اخبارها ايه مع بعض. بقول لك اذا كان من هنا نون قاف راء الى نون قاف راء ناقص 1، دي محتاجه شويه شغل دي يا اولاد. نون قاف راء يعني مضروب النون على مضروب الراء في مضروب النون ناقص راء، على دي يعني في، من هنا هبدا اكتب من تحت، مضروب النون على مضروب الراء ناقص 1 في مضروب نون ناقص راء ناقص 1، يعني نون ناقص راء زائد 1 لان السالب بتوزع، كمان مره كانها نون ناقص راء ناقص 1 لما وزع يبقى سالب راء زائد الواحد. فهمتوني ولا لا؟ كلامنا من هنا ادي مضروب، كلامنا بيساوي 7 على الاربعه. تيجي نلعب مع بعض شويه. النون رايحه مع النون، الراه دي هطلعها بره، يبقى الراه دي تطلع بره، يفضل لك جوه راه ناقص 1، راه ناقص 1 مع راه ناقص 1. في حركه ذكيه جدا بقى، ده نون ناقص راء زائد 1، ده نون ناقص راء بس. طب اما اطلع دي بره، لما اطلع دي بره يبقى انا طلعت بره نون ناقص راء زائد 1 ناقص 1 بقى، يبقى نون ناقص راء بس، فالنون ناقص راء رايحه مع النون ناقص راء. فضل لك فوق نون ناقص راء زائد 1 على راء يساوي 7 على الاربعه. مقصتك بقى واشتغل.
يبقى 7 ر تساوي 4 ن ناقص 4 ر زائد 4. ودي الر هناك يبقى معنى كده 11 ر تساوي 4 ن زائد 4. بروز ديت المعادله الاولى زي ما حضرتك الحمد لله شفت. نشتغل على المعادله الثانيه بنفس الكيفيه. ن لام ر، ن لام ر يعني مضروب النون على مضروب النون ناقص ر على دي يعني في، واقلب ن ناقص 1 يعني مضروب ن ناقص 1 على مضروب ن ناقص 1 ناقص ر، صح ولا لا؟ ده بيساوي 5 على 3. هعيد صياغه دي، بدل ناقص 1 ناقص ر هعملها ناقص ر ناقص 1. هطلع ناقص ر بره، ن ناقص ر بره، يبقى لما دي تطلع بره يبقى ن ناقص ر هتلعب بره، ناقص منه 1 يبقى ن ناقص ر ناقص 1، ده قتل وراح مع ده. هنا بقى ن ون ناقص 1 طلع النون بره، اختصر ومرن ايدك، خلي ايدك تبقى بص سالكه، ايدك بتجري ما تعصلكش كده وايدك تقف ما تبقاش عارف تعمل ايه، حرك نفسك. ن ناقص 1 مع ن ناقص 1، فوق فضل لك ن، تحت فضل لك ن ناقص ر، من هنا بقى 5 على 3 مقصتك ولع. يبقى 5 نونات ناقص 5 رهات يساوي 3 نونات. انا هناك سايب الره لوحدها، سيب الره لوحدها هنا كمان، يبقى سالب 5 ر يساوي من هنا سالب 2 ن، لان انا وديت الخمسه ن هناك مع الثلاثه ن، السالب رايح مع السالب، يبقى معنى كده الدنيا اللي عندنا بقت واضحه جدا الحمد لله. 2 ن بقى بخمسه ر، انا عندي هناك 4 ن هضرب دي في 2، يبقى معنى كده 4 ن يساوي 10 ر. شفت الذكاء؟ خد دي نروح هناك 4 ن شيلها حط مكانها 10 زائد 4 يساوي من هنا 11 ر، تمام؟ ودي دي يبقى ر ب 4، بروز ارجع لهناك ر ب 4 يبقى 40 ب 4 ن، ادي ال 40 ب 4 ن، يبقى النونيه اللي عندك عامله لك كام؟ عامله لك 10. جبنا النون جبنا الر، هو عايز ر زائد نون 4 و10، يبقى تجري على ال 14 وتختار ال 14 وكله زي الفل ان شاء الله. كله تمام؟ يلا بينا ان شاء الله كله زي الفل، نخش على الحته اللي جايه مع بعضها. بقول لك اذا كان 3 نون ناقص 7 يساوي 120، اقف يا استاذ. ما هو معنى كده ان 3 نون ناقص 7 يساوي مضروب الخمسه. يعني 3 نون ناقص 7 بيساوي 5، يعني 3 نون بيساوي 12، يعني النون تساوي 4. بروز شوفوا عايز ايه؟ نون قاف نون ناقص 1 يعني 4 قاف 3، فكها لي تبقى 4 في 3 في 2 على 3 في 2 في 1 4 ارجع على 4. شفنا الجمال؟ شفنا الجمال؟ شفنا السرعه؟ هي دي اللي عايزه تبقى عندك، تبقى احسن مني وحل اكتر مني وذاكر اكتر مني، تبقى احسن واحد في الدنيا ان شاء الله. يلا بينا نبص على الحته اللي جايه سوا باذن الله. بقول لك نون قاف 3 ب 120، وقف الكلام. شوف كام قاف 3 يديك 120، هتلاقيها 10. كلامنا بيساوي من هنا ن ق 3، بما ان الدليل يساوي الدليل اذا العالم يساوي العالم، اذا قيمه النون بتساوي 10. روح هناك بيقول لك 10 ق 10 ناقص 8 يعني 10 ق 2 يعني 10 في 9 على 2 في 1 يعني كلامنا 45، اجري على 45. المساله ما بتكملش معايا 20 ثانيه وانا بشرح معاك، لو انت مذاكر مش هتكمل 5 ثواني. ولد فورتيكا ما بيغلطش، صاروخ ما بيقفش، ان شاء الله احسن ولد في الدنيا واحسن بنت في الدنيا. تعالوا معايا الحته الجايه ان شاء الله يا ولاد. إذا كان نون لام ر يساوي نون قاف ر، فإن الر بكام؟ أنا شرحتها أول حصة. العيال الذكية هتفتكرها. الذكية قوي، اللي راعوا ربنا في النظري، بس إحنا هنعمل نفسنا أغبياء، هنعمل نفسنا أغبياء. نون قاف ر دي يعني كأنها نون لام ر على مضروب الر، صح؟ ده بيساوي نون لام ر، ده راح مع ده. يعني واحد على مضروب الر يساوي واحد، يعني مضروب الر بواحد، يعني الر دي يا إما بصفر يا إما بواحد. فاكرينها؟ أعتقد افتكرتوها دلوقتي. أعتقد دلوقتي أنتوا افتكرتوها. تعالى معايا نبص على الحته اللي جايه ونشوف ان شاء الله اخبارها ايه. نتيجي بقى اهي، اصغر قيمه للعدد نون تجعل الكلام ده بيساوي الكلام ده. وقف دنيتك شويه، الحته دي شبه الحته الصعبه اللي قلت لك فيها سهل ممتنع. نفس العلم ونفس الدليل، نفس العلم ونفس الدليل، يبقى نقف وقفتنا. نون لام ر ناقص 2 تنزل، دي 24، دي كانها نون لام ر ناقص 2 على مضروب الر ناقص 2، ده راح مع ده. يبقى معنى كده مضروب الر ناقص 2 ب 24 اللي هو اساسه مضروب الاربعه. يبقى الر ناقص 2 بتساوي 4، يبقى الر ب 6، بس مش دي الر اللي انت تحكم عليها. انت تحكم على وضع الر هنا، على وضع الر هنا ده ب 4، وضع الر هنا ده ب 4، وما ينفعش النون يبقى اقل من الاربعه، اضعف قيمه النون هي تبقى ب 4، يبقى هي الاربعه. الر دي مش هي الحكم، امتى تبقى الر دي هي الحكم؟ لو كان اللي هنا ده ر، لو كان الدليل فعلا اسمه ر، انما الدليل ما اسمهوش ر، الدليل اسمه ر ناقص 2. الر دي حاجه ثانيه ما اعرفهاش. شفتوا الاتقان؟ الر دي حاجه ثانيه ما اعرفهاش. امتى ده يبقى هو ده؟ لو الدليل اسمه ر. لو الدليل اسمه ر يبقى هي دي الحكم بتاعك، انما انت مطلع الر. اقول لك حاجه، التباديل ديت والتوافيق ديت ما يعرفوش يعني ايه ر، ما يعرفوش غير ر ناقص 2، فانت اما تحط لنا حاجه تقيس لنا عن الر ناقص 2، ما تقيسلناش عن ر. اعتقد كده واضح. اما تحط لنا حاجه حط لنا على الر ناقص 2، ما تحطناش على الر.
وضحت؟ تعالى معايا نبص على الحته اللي جايه ونمسك بيها مسك الختام بتاعنا. اذا كان دي عسل، دي هي الرهه دي والسته دي علاقتهم ايه؟ لازم الره تبقى اصغر من السته. كذاب يا استاذ، انت بتقول اصغر من او يساوي النون. اصغر من او يساوي لو هنا في يساوي، طالما ما فيش يساوي يبقى انا ما عنديش يساوي. وهنا لازم الاربعه دي تبقى اصغر من الره. انا بقول لك الره تحت السته والره فوق الاربعه، وانا وانت عارفين ان الره ما ينفعش تبقى غير عدد صحيح، عدد صحيح ما لهاش غير خمسه، يبقى اذا الره بخمسه مضروب الره 120. لازم يبقى عندك مخ، انت بتاهل نفسك تبقى باشمهندس، لازم تبقى احسن 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 واحد ذكي في الدنيا دي كلها.